بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل شرح الاسكيميكار ديزيز. وما نفعت شرحنا نسيبه الانجينا، هنشرح تاني نوع من الانجينا اللي هو البرينز ميتال انجينا او البوز سباستيك انجينا، او الاسم التالت بتاعها اللي هو الفاريانت انجينا. احنا قلنا في الاستيبل انجينا، نيجي عند الصورة دي كده. في الاستيبل انجينا قلنا الاسكيميا. طب الصورة دي ايه اصلا؟ هي عندنا ده الليفت فينتريكل وده الرايت فينتريكل، وزي ما انتم شايفين الليفت فينتريكل السيكنس بتاع العضلة فيه اكبر بكتير جدا من السيكنس بتاع الرايت فينتريكل، طبعا لان الليفت فينتريكل بيضخ دم قدام بلاد بريشر اعلى 120/80، وقدام الاورطة بيضخ الجسم كله، فالورك بيبقى اعلى وبالتالي محتاج عضلات اقوى. اما الرايت فينتريكل اللي بيضخ بس دم ليه اللنج، فهو الضغط بتاعه 20/25 في البلمونري ارتي، وبالتالي العضلات زي ما انتم شايفينها كده تمام. في الاستيبل انجينا قلنا الاسكيميا بتبقى سب اندوكارديال مصل او سب اندوكارديال اسكيميا، يعني زي ما انتم شايفين ده الاندوكارديوم اهو، فالعضله اللي هي تحت الاندوكارديوم اللي هي الجزء ده كده، دي اول العضلات اللي بيحصل لها اسكيميا، واول عضله بتتاثر بيه الاسكيميا، ودي اللي بيحصل لها اسكيميا في الستيبل انرينا تمام. طيب وقلنا الشيست بين والتيبيكال شيست بين، وامتى شخص العيان عنده تيبيكال شيست بين. طيب الفازوس باستيك انرينا بقى اللي هو النوع التاني في الاسكيميا بتاعته، زي ما انتم شايفين مختلف، يعني ايه؟ مش بس في الساب اندوكارديال، السب اندوكارديال اللي هي ايه بس الاندوكارديوم الاول، اندوكارديوم دي الخلايا اللي بتبطن القلب كله، بتبطن الفنتريكل والفالفز الميترال فالف والتريكاسبيد فالف، وكمان بتبطن الاثنين اتريوم. فالخلايا ديت العضلات اللي تحتها اول خلايا اول عضلات بتتاثر بالاسكيميا في الاستيبل انجينا، لكن في الفاسوس باستيك العضلات اللي بتتاثر كل العضله، كل السيكنس بتاع العضله، ده بنسميه ترانسميورال. يبقى كده احنا بنتكلم عن الفازوس باستيك، بيحصل ترانس ميورال اسكيميا. ترانس ميورال يعني ايه؟ يعني عبر كل اللايرز بتاعت المصل. فعندنا ايه الارتريز اللي فوق دي بنسميها ليفت انتيريور ديسندنج، واللي على الشمال ده بنسبة كبيرة المارجنال ارتري، واللي ورا ده البوستيريور descending artery. فهو عامل ان في اسكيميا موجودة في الناحية ديت، المكان دوت اللي بيغذيه المارجنال artery، فيحصل بيحصل ايه؟ بيحصل فازوس بازم للمارجنال artery ديت، يعني الكورونري، المفروض الكورونري بتاعتنا تمام. في الفازوس باستيك بيحصل كورونري سبازم في الكورونري، يجي الدم يعدي ما يعرفش يعدي تمام. فالمكان البلاد فيسل اللي بيغذي او الارتري دوت اللي بيغذي المصل مش هيوصل لها دم، وبالتالي يحصل اسكيميا في المصل ديت، فيحصل ترانسميورال اسكيميا بسبب الفازوسباستيك انجين. طيب ليه بيحصل اصلا كورونري سبازم؟ الاسباب لسه مش معروفه بنسبة 100%، ولكن في أسباب لقوا إن الناس ديت بتعملها، أو حاجات الناس اللي عندهم فازوس باستيك أنجينا بيكونوا بيعملوها، فقالوا يمكن الحاجات ديت هي اللي بتسبب الأنجينا ديت، ولقوها إن هي يعني إيه ريليتد جدا للناس اللي عندهم فازوس باستيك أنجينا. طيب الفاسباستيك انجينا بيحصل كومن في الومن اكتر، والسن حوالين الخمسين، يعني 40 45 50 55، بيبقى حوالين الخمسين سنة، وقلنا السبب ان غير معلوم لسه حتى الان، ولكن قلنا في اسباب ريليتد لقوها ريليتد للفاسباستيك انجينا او الفاريانت انجينا، زي ايه؟ زي السموكينج، التدخين، يوز اوف ستيمولانت اللي هي الحاجات المنبهات زي الكوكين والانفيتامين. وبالمناسبة الكوكين والانفيتامين
الاكشن بتاعهم قريبين من بعض، هما الاثنين بيمنعوا او بيقللوا الري ابتيك بتاع 3 حاجات، الدوبامين والنوربينفرين والسيروتونين. والنوربينفرين والسيروتونين لما ما يحصل لهمش ري ابتيك، وبالتالي المفروض ان هم النيرف اندنج بتطلعهم علشان تنقل في السينابس النواقل العصبية، لكن لو وبعد كده بيحصل لها ري ابتيك تاني من النيرف اندنج بعد ما تعمل الاكشن، لكن لو ما حصل لهاش ري ابتيك تاني بتفضل شغالة على الريسبتور في السينابس، وهما الاثنين اصلا دول بيعملوا فازو كونستريكشن، فيحصل سيفير فازو كونستريكشن، او ممكن سيفير فازو كونستريكشن ده يؤدي ان العيان يحصل له مايوكارديال انفاركشن او جلطة في القلب. وبنسميها في الحالة دي كوكين مايوكارديال انفاركشن، وبيبقى حاجة خطيرة جدا بسبب السيفير فازو كونستريكشن بتاع الكوكين والانفيتامين، هو اشهر مع الكوكين. ايه تاني زي مع الكحول؟ الكحول او ريليتد مع الفازوسباستيك انجينا، متهم بالفازوسباستيك انجينا والتريبتان. التريبتانز ديت الادويه اللي بنستخدمها، من الادويه اللي بتستخدمها مهمه جدا في المايجرين هيديك، مايجرين اللي هو الصداع النصفي، هناخده في النيورولوجي ان شاء الله. فالتريبتان الميكانيزم بتاعها ان هي بتشتغل على السيروتونين ريسبتور، هم السيروتونين اجونست، وبالتالي بتعمل فازو كونستريكشن. تمام. السيروتونين ريسبتور اللي هي الخمسة الفايف هيدروكسي تريبتامين بيشتغل، ده السيرتون اللي هو الاسم بتاعه 5 هيدروكس تريبتامين سيرتون. فالريسبتور بنسميه 5 هيدروكس تريبتامين ريسبتورز، بيشتغل التريبتان عليها وبالتالي بيعملوا فازو كونستريكشن للكورونري كمان. الاستريس ممكن الاستريس يزود الفازو كونستريكشن بتاع الكورونري، والهايبر فنتيليشن والاكسبوجر تو كولد لو العيان اتعرض لدرجة حرارة قليلة، والهايبر فنتيليشن اللي هي التنفس السريع، وكمان بتبقى اسوشيتد مع اذر فازو سباستيك ديس اوردر، يعني ديس اوردر يعني مشاكل الفازو سبازم، بيبقى فيه مشاكل تانية بيحصل او امراض تانية تعمل فازو سبازم زي رينالز فينومينا، فممكن العيان بيبقى عنده رينالز فينومينا مع الفازو سباستيك انجينا. رينالز فينومينا مع الفازو سباستيك انجينا، رينالز فينومينا هي عبارة عن ان بيحصل فازو اسبازم في البريفري كومن في الفينجرز، بيحصل الفينجرز بيحصل لها بيحصل للدولفيس اللي راح الفينجر فازو كونستريكشن، تلاقي الفينجرز بقت بيل وبيضة كده بدل ما بتبقى حمرة بسبب ان الدم اللي موجود فيها. تمام. وبسبب الفازو كونستريكشن الدم اللي واصل للفينجرز بتقل. ده امتى يحصل الكلام دوت؟ في بعض البنات بيحصل الرينوز فينومينا لما تتعرض لدرجة حرارة قليلة في البرد، يعني cold exposure. تمام. فعلشان ما يحصلش مشاكل لازم تدفيها، علشان الفازوسبازم زي ما احنا قلنا ممكن يؤدي ان العيان ده ان اللي بيحصل له رينوز فينومينا يحصل له نيكروزيس والتريشن في الفينجرز بسبب الاسكيميا اللي موجوده والفاسكوسكشن اللي موجود. فالرينز فينومينا بيبقى كمان مع الفاسوسباستيك انجين، والمايجرين هيديك بيبقى اسوشيتد كمان مع الفاسوسباستيك انجين. المايجرين اللي هو الصداع النصفي اللي قلنا بيشتغل بنستخدم مع التريبتان. تمام. وقلنا ان الفاسوسباستيك انجين بتعمل ترانسميورال اسكيميا، كل المكان في الصوره دي كل المكان دوت بيحصل فيه اسكيميا لما يحصل فازوسبازم ان الارتري حاصل فيه اسبازم، الارتري بيحصل فيه اسبازم، كمية الدم اللي هتعدي هتبقى قليلة وبالتالي بيحصل اسكيميا في المكان دوت. طيب كلينيكال فيتشرز زي الستيبل انجينا، ولكن ممكن تحصل اثناء الريست. احنا قلنا الستيبل انجينا لما العيان يستريح الوجع هيقل، لا ده ممكن وهي بقى مريحه هت ايه ممكن الفازوسباستيك انجينا تجيلها، او احنا قلنا ان الاكسرسايز ممكن ينشيت الستيبل انجينا يعمل شيست بين. اما هنا لا، ممكن ملوش دعوه بالاكسرسايز، ممكن الست الفيميل تعمل اكسرسايز وما يحصل لهاش ما يحصل لهاش بين او ما يحصل لهاش انجينا، لكن هي خلي بالنا ان هي ريتد للستريس. تمام.
ممكن تحصل في النايت او في الايرلي مورنينج، بيحصل مع ليفاين ساين اللي برضو ممكن تحصل مع الاستيبل انجينا، اي انجينا او اي اسكيميا او اي شيست بين ممكن العيان بيحصل له ايه، بيحصل بيعمل زي قبضة في ايده كده ويمسك ويحطها عند صدره، وده بيحصل بسبب الوجع الشديد بتاع الانجينا سواء في الاستيبل انجينا او في الفوسباستيك او حتى المايكارد انفاركشن. ممكن عيان يجيلك بليفاين ساين اللي هيعمل قبضة في ايده والقبضة ديت يحطها فوق صدره. تمام، ازاي بنشخص الفازوسباستيك انجينا؟ بالترانزينت بالاسف بالاي سي جي، بنعمل اي سي جي، عندنا نوعين اي سي جي، ريست اي سي جي وامبيولاتري اي سي جي. الريست اي سي جي اللي هو الالكتروكارديوجرام، اللي هو انت تيجي العيان قاعد على السرير عادي وبتحط له الاسلاك بتاعه رسم القلب وبيعمله هو قاعد خالص. طيب ديت مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هي لو مش في الاتاك، يعني لو العيان دوت في الوقت دوت ما حصلوش الاتاك بتاع البوزباستيك انجينا، بتبقى نورمال الاي سي جي، بيبقى نورمال مفيش اي ابنورماليتي، بيبقى طبيعي خالص مفيش حاجه. امتى يحصل الابنورماليتي او اس تي اليفيشن؟ في لما يحصل الاتاك اثناء ما انت بتعمل الاي سي جي دوت. عشان كده لو الريست اي سي جي بتطلع نورمال بنسبة كبيرة بنعمل له حاجة اسمها امبيولاتري اي سي جي، يعني جهاز بنركبه للعيان ومثلا ركبناه بيسجل رسم القلب على مدار يوم كامل، على مدار 24 ساعة. تمام، بنركبه مثلا النهاردة الصبح ونشيله بكرة الصبح، وبنقول له حصل لك مثلا الانجينال بين ده امتى او وجع في صدرك امتى، يقول لك مثلا حصلهولي 4 العصر. نيجي عند 4 العصر وبنشوف رسم القلب اثناء 4 العصر بيبقى شكله عامل ازاي. لو لقينا فيه اس تي اليفيشن يبقى احنا كده شخصنا ان فيه فازوسباستيك انجينا للعيان دوت ومحتاج يتعالج منه. البوست بروفوكيتيف تيست مش بنعمله، هو ايه؟ عبارة عن احنا بندي مادة اللي احنا شاكين عنده فازوسباستيك انجينا. تمام، بالمادة ديت في الانسان الطبيعي لما نديها له مش هيعمل انجينال بين، مش هيحصل فيه انجينا، مش هيحصل فيه شيست بين. لكن لو عيان ده عنده فازوسباستيك انجينا فعلا بيحصل له انجينا وبيحصل له شيست بين، ولكن مش بنعمله لان احنا ممكن الماده اللي بنعمل اللي هتديها له دي بتعمل فازو كونستريكشن للكوروناري، تؤدي ان تعمل اسكيميا في الكوروناري ونعمل له جلطه علشان نشخصه، نعمل له جلطه بسبب الفازو كونستريكشن اللي احنا عملناه له. و فطبعا مش بنعمل له التحاليل دوت او التيست دوت. طيب الكورونري انجيو، الكورونري انجيو ممكن يبقى نورمال او يبقى فيه نارو في اليومن بتاع الكورونري. نورمال طبعا امتى؟ لو مش في الاتاك، لو في الاتاك هيبقى نارو. جميل، يبقى الاي سي جي لو عملناه في الاتاك هيبقى في اس تي اليفيشن، لو مش في الاتاك هيبقى نورمال، نورمال طبيعي زي اي شخص طبيعي لو مش في الاتاك. لكن طيب بالنسبه للكورونري انجيوجرافي، لو عملناه في الاتاك يبقى فيه نارو في اليومين، لو ما حصلوش الاتاك واحنا بنعمل كورونري انجيوجرافي، كورونري انجيوجرافي او القسطره بتاعت القلب هنشرحها بعد ده دلوقتي، بتبقى نورمال ما فيهاش اي حاجه، الكورونري بيبقى سليم. وايه كورونري انجيوجرافي ديت؟ اللي هي القسطره بتاعت القلب، بنخش ان هنصبغ في الكورونري ونصور الكورونري وهنشرحها دلوقتي بعد التست دوت. في نوت مهمة جدا، البرولونجد كورونري فازوس بازم، الكورونري فازوس بازم لو قعد مدة كبيرة ممكن يعمل ام اي، يعني مايوكارد انفاركشن، يعني مايوكارد انفاركشن يعني جلطة في القلب، المايوكارد محصل لها نكروزس وتموت بسبب الاسكيميا طبعا، او يحصل فيتال اريزميا اللي هي ضربات القلب تبقى غير منتظمة وضربات قلب سواء سريعة او بطيئة، والموضوع ده بيبقى فيتال يعني مميت، وهنشرح الاريزميا ان شاء الله في درس الاريزميا ان شاء الله. فالاريزميا اشهر سبب للاريزميا هو الاسكيميا، الاسكيميا بتعمل اريزميا ازاي هنشرحها في الدرس بتاع الاريزميا ان شاء الله او دروس الاريزميا يعني. طيب ايه العلاج؟ العلاج السموكينج سيزيشن، او الحاجه ان انت تقل ان انت تمنع بقى البريسيبيتيتنج فاكتورز اللي احنا قلنا عليها فوق زي السموكينج او الاسكليروتيك ريسك. طب ايه دخل اسكلوز في الموضوع؟ احنا قلنا ان الفازوسباستيك انجينا بتحصل بسبب كورونري سباز، مش بسبب وجود اسكلوز زي الستيبل انجينا. احنا قلنا الستيبل انجينا بسبب الاسكلوز،
لكن في الفازوسبازم بسبب السبازم بتاع الكورنري او الفازو كونستريكشن بتاع الكورنري. لكن احنا بنقول على الاسكلروز ان احنا نعالجها ليه، لان انت مش عايز العيان يبقى عنده كمان ادي كورنري في فازوسبازم اهو، انت مش عايز يعدي، مش عايز ان العيان عنده فازوسبازم وكمان يبقى عنده اسوسكلروزس، واسوسكلروزس لو موجود هيزود السيمتومز بتاعت الانجينا ويزود الوجع. بدل ما الكورونري مثلا مقفول 80% يبقى فيه اسكلروزس كمان، كمان مع يقفل 95% او 100%، يدخل العيان بدل ما كان فيه اسكيميا يدخل العيان في انفاركشن، ميوكارديال انفاركشن. فعشان كده نحاول ان احنا نعالج الاسكلروزس عشان ما يحصلش اسكلروزس مع الفازوس كورونري فازوس بس يزود التمبلة يعني. افويد البيتا بلوكرز. ليه البيتا بلوكرز ما بنحبهاش في الفازوسباستيك انجينا عكس ال عكس ال زي ما احنا كنا بنقول ان احنا تديها في الستيبل انجينا. احنا عندنا في ال في البلود فيسلز في السمباثيك نيرفز، السمباثيك بتشتغل على اتنين ريسبتور اللي هما الالفا ريسبتور والبيتا ريسبتور. الالفا ريسبتور بتعمل فازو كونستريكشن والبيتا ريسبتور بتعمل فازو دايلاتيشن، تمام؟ فالاتنين بيعملوا بالانس مع بعض، ده يعمل فازو كونستريكشن شويه وده يعمل فازو دايلاتيشن شويه، الاتنين مع بعض بيعملوا بالانس، تمام؟ لو انت اديت حاجه تقفل البيتا دي اللي هو البيتا بلوكرز، هتسيب الالفا شغاله لوحدها وهي تبقى ايه منفرده لوحدها، واللي كانت بتحاول تعاديها انت قفلتها بالبيتا بلوكر. فالالفا يزيد، الفا يزيد يعني فازو كونستريكشن زياده، يعني مور كورونري سبازم اكتر، تمام؟ فهمنا الحته دي. يبقى احنا قلنا ان عندنا بلود فيسلز، تاني البلود فيسلز ديت في السمباثيك، احنا عندنا باراسمباثيك وسمباثيك في الـ في الـ في الاوتونوميك نيرفس سيستم. السمباثيك بيشتغل على البلود فيسل باتنين ريسبتور اللي هما الالفا والبيتا، وقلنا ان البيتا بتعمل فازو دايلاتيشن والالفا بتعمل فازو كونستريكشن، ودي بتعادي دي ودي بتعادي دي، والاتنين بيعملوا بالانس مع بعض. لو احنا قفلنا دي هنشيل البالانس ده خالص، وبدل ما كانت البيتا بتحاول تعادي الالفا او توقفها شوية، لا انت سبت الالفا شغالة ومنفردة لوحدها، يزيد الفازو كونستريكشن اكتر، يحصل كورونري سبازم اكتر، يزود السيمبتومز بتاعت العيان اكتر. طيب ازاي البيتا بلوكر بنستخدمها في الضغط لما يكون الضغط عالي وهي بتسيب الالفا شغالة لوحدها؟ لان احنا لان البيتا بلوكر بتقلل الضغط بطريقة مختلفة تماما. اول حاجة ان هي بتقلل الهارت ريت وبتقلل الكونتراكتيليتي اللي هو الانقباض بتاع القلب، لما الاتنين دول يقلوا هيقل الكارديك اوت بوت، اللي هو ايه الكارديك اوت بوت؟ اللي هو كمية الدم اللي بتطلع من القلب في الدقيقة الواحدة. لما كمية الدم اللي بتطلع في القلب في الدقيقة الواحدة بتقل، وبالتالي الضغط هيقل لان الدم اللي هيكون في الشرايين قليل، ده رقم واحد. رقم اتنين بيقل الرينين. ازاي بتقلل الرينين؟ ان هي بتخش تقفل البيتا ريسبتور اللي موجودة في الجاكستا جلوميرولار اباريتوس اللي موجودة في الكلى، وديت لما بتتقفل بتقلل افراز الرينين، تمام؟ طب لا انا استفدت ايه لما الرينين يقل؟ الرينين يقل يعني الريس سيستم قل، الريس سيستم دوت بيزود الضغط، والريس سيستم دوت بيزود الضغط هنشرحه في الهارت فيلير ان شاء الله. الريس سيستم ده بيزود الضغط، فاحنا لما نقلل الريس سيستم دوت وبالتالي الضغط هيقل. ده الميكانيزمين بتوع البيتا بلوكر، تمام؟ لكن لا البيتا بلوكر لا تستخدم في الفازوسباستيك انجينا. ايه تاني؟ افويد الحاجات اللي تعمل فازو كونستريكشن زي التريبتان. قلنا التريبتان بيشتغل على السيروتونين ريسبتور اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين اجونست، والاسبرين. وقلنا ان الاسبرين بيقفل الكوكس 1 والكوكس 2، والكوكس 1 والكوكس 2 دول اللي هم اصلا بيزودوا البروستاجلاندين، البروستاجلاندين اللي بتعمل ايه؟ البروستاجلاندين اللي بتعمل فازو دايلاتيشن. فانت لما تقفل الكوكس هتقلل البروستاجلاندين فتقلل الفازو دايلاتيشن، فعشان كده ما هتقلل فازو دايلاتيشن. طب احنا مش عايزين نقلل فازو دايلاتيشن، احنا عايزين نزوده.
وبالتالي الاسبرين كمان ممنوع عشان الاسبرين بيقفل الكوكس. الكوكس اصلا بيعمل ايه؟ الكوكس فايدته ان هو بيزود البروستاجلاندين، فلما نقفله هنقلل البروستاجلاندين. تمام. ايه العلاج؟ بندي اول حاجه في الفيرست لاين الكالسيوم شانل بلوكرز. الكالسيوم شانل بلوكر اللي هو بتشتغل على ال L تايب كالسيوم فولتج شانل اللي موجوده في المايوكارديوم، ديت بناخد بيها تو بينيفيت زي الفيرابامير والديلتيازيم. البينيفيت اللي احنا بناخده اول حاجه ان احنا بنقلل الفيرابامير والديلتيازيم، دول ان هما النون داي هيدروبيريدين. نون داي هيدروبيريدين في نوعين من الكالسيوم شانل اللي هما الداي هيدروبيريدين زي الاملوتيبين، والنون داي هيدروبيريدين زي الفيرابامير والديلتيازيم. النون داي هيدروبيريدين اللي احنا بنستخدمه ليه؟ علشان احنا قلنا النون داي هيدروبيريدين المحاضرة اللي فاتت بتشتغل على القلب اكتر من البلاد فيسل، ولكن هي برضه بتشتغل على البلاد فيسل فبتعمل فازو دايلاتيشن، ولما تيجي تشتغل على القلب هتقلل الهارت ريت. نفس الكلام بتاع البيتا بلوكر بالظبط، هتقلل الهارت ريت والكونتراكتيليتي برضه، فانت بتقلل الشغل بتاع القلب، هتقلل الشغل بتاع القلب وبالتالي هيكون محتاج اكسجين اقل علشان يشتغل. فانت من الناحيه دي بتقلل كميه الاكسجين اللي القلب محتاجها عشان ما يحصلوش اسكيميا، ومن الناحيه التانية بتعمل فازو دايلاتيشن للكوروناري، فازو دايلاتيشن وتوسع اليوم بتاع الكوروناري فيزود الدم اللي رايح. فبتاخد تو بينيفيت بتاع النون دايهيدروبيريدين في الكالسيوم شانل بلوكرز. وقلنا بيشتغل في القلب عنده ال تايب وتي تايب، هو بيشتغل على ال تايب كالسيوم شانل. طيب لو كالسيوم شانل مثلا العيان عنده براديكارديا اصلا، يعني ايه براديكارديا؟ يعني ده الهارت ريت بتاعه قليل، اقل 50 60 70، ما نحبش نديله هو اقل من 70، لو اقل من 60 سوري، او في هارت بلوك او في اي حاجه تعمل كونتر انديكيشن للكالسيوم شانل، بندي النيتريت لونج اكتنج نيتريت زي الايزوسوربايد داينيتريت. تمام. طيب ده بالنسبه للفازوسباستيك انجينا. تمام. طيب نيجي بقى للكاردياك كاستورايزيشن اللي هي القسطره بتاعه القلب. طيب قسطره القلب زي ما انتم شايفين في الصوره هنا، ادي الشريان بتاعه القلب. عشان نعمل الصوره دي بنعمل ايه؟ اول حاجه لازم بنخش من الارتري عشان يودينا للاورطه، ومن الاورطه بنخش للكورونري. عشان نخش للاورطه اكتر مكان بنخش منه هو الفيمورال ارتري، الارتري اللي موجود عند الفخذ، وده الارتيريا القسطره بتاعت زي عباره عن زي سلك كده، سلك اعتبروه سلك بندخله في الفيمورال ارتري، ممكن الريديال ارتري ممكن البريكيال ارتري، لكن الاكتر مكان بنخش منه هو الفيمورال ارتري. تمام. وده الانسيشن سايت بتاعنا. بنخش من الفيمورال ارتري للاكسترنال ايلياك، وبعد كده الكومن ايلياك، وبعد كده للابدومينال اورتا، سورسيك اورتا، الارش بتاع الاورتا، ومن الارش بتاع الاورتا بنخش عند الاسندنج، وبنخش للرايت والليفت كورونري. تمام. بنخش بنعمل ايه؟ نخش ناحية نصبغها. تمام. وبنصور صورة بالاشعة اكس راي العادية ادي، ويطلع لنا الصورة دي كده على الشاشة. تمام. لو دخلنا وصورنا بس بنسمي الموضوع ده كورونري انجيو. بنخش نصور ونحقن الصبغة في الرايت والليفت. حقن الصبغة بيظهر بالشكل دوت، بنشوف المكان اللي فيه انسداد الصبغة ما مشيتش فيه، انهي ارتري الصبغة ما مشيتش فيه، ومكانها والانسداد مكانه فين. في نص الارتري الصبغة وصلت لنص الارتري وما كملتش، يبقى من عند نص الارتري فيه انسداد، او من اول الارتري ما بناحية الصبغة ما كملتش، وبنعرف المكان ده كورونري انجيو. لو لقينا فيه انسداد ودخلنا نوسعه بالسلك، السلك ده بيكون فيه نهايته بيبقى فيه بالونة، البالونة دي بننفخها زي في الصورة هنا كده اهي. دخلنا اليومين زي ما انتم شايفين، اليومين بتاع الكورونري اصفر، الحتة ضيقة جدا، الحتة دي ضيقة اهي. تمام. والاصفر ده اسوسكلروزيس مضيق اليومين. بنعمل ايه؟ بنخش بالبالونة زي ما انتم شايفين كده، بالونة، البالونة بنوسع بيها اليومين، واليومين بقى زي ما انتم شايفين الفرق كان كده، بعد ما وسعنا بالبالونة بقى كده. تمام.
بعد كده ممكن نحط، ممكن واحنا بنوسع نحط دعامة اللي هي الستنت او ما نحطش، بس بنسبة كبيرة بنحط الدعامة اللي هي الستنت ديت، بيبقى شكلها كده. بنخش نفس الكلام برضو، وبالبالونة بنفتح الدعامة وبنسيب الدعامة في الارتر بتدخلها والعيان بيفضل عايش فيها، لان الدعامة دي بتدعم الكورونري فما يتيقش تاني، والمكان دوت يفضل ما يحصل، يفضل واسع وما يتضايقش تاني. النوعين بتاع الاستنت عندنا نوع اسمه بيرميتال استنت اللي هي الدعامة الميتال، ودعامة بيبقى معاها دواء بنحط بطلية بالدواء، المطلية بالدواء ديت الدواء ده بيمنع البليتليت تمسك فيها، وبيخلي بيسرع ان الاندوثيليوم اللي موجود في البلاد فيسل اللي مبطن البلاد فيسل، الاندوثيليوم اللي مبطن البلاد فيسل بتسرع ان هو يحصل له بروليفريشن ويغطيها وتتغطى بيه الاندوثيليوم اللي موجود، تمام. طيب لو دخلنا بقى وبعد ما عملنا كورنري انجي حطينا ستنت، بنسمي التكنيك دوت اللي هو البي سي اي، ده اشهر اسم ليه، البي سي اي او البيركيوتينيوس كورنري انترفينشن. بيركيوتينيوس لان احنا دخلنا عن طريق الجلد للفيمورال ارتري، ودخلنا للكورنري وعملنا فيه انترفينشن تداخل، يعني ده دخلنا في الكورنري. الاسم التاني اللي هو البي تي سي اي، اسم بنلاقيه موجود في كتب، بس الاشهر اسم طبعا زي ما انا قلت لكم هو البي سي اي، لكن الاسم البي تي سي اللي هو البيركيوتينيوس زي ما انا قلت لكم عن طريق الجلد. بنخش ترانس اليومينال، بنخش اليومن بتاع الكورونري، وبنعمل انجيو بلاستي، يعني الانجيو اللي هي الارتري او البلاد فيسلز، والبلاستي يعني تجميل، بنظبط او بنظبط ايه بنحسن او بنظبط او بنعدل على الكورونري ارتري، وبنظبطه او بنوسع اليومن بتاعه. بنعمل امتى كده؟ طبعا لما بيكون في مايوكارديو انفاركشن، جلطه في القلب، او ريكورنت اسكيميا. احنا مثلا في الستيبل انجينا ادينا للعيان علاج وبتاع ومفيش فايده، برضو بنضطر ندخله نعمل بي سي اي، او العيان اصلا جاي لك بمايوكارديو انفاركشن، جلطه في القلب والشريان مقفول خالص، لازم طبعا بنخش بالبي سي اي ديت ونحط الاستنت ونوسع والعيان بيتحسن على طول. الكومبليكيشن اللي ممكن تعملها، ممكن طبعا اي حاجه، اي انترفينشن ممكن يعمل لنا كومبليكيشن، او كومبليكيشن اريزميا. اريزميا اللي هي مشاكل في ضربات القلب، سواء عاليه او قليله او ملخبطه مش منتظمه. بسبب ايه؟ اولا بسبب ان ممكن اصلا البتاع دي نفسها تعمل اريتيشن للمصل بتاع الهارت، او نقفل الكورنر بتاع الهارت عقبال ما نفتحه، والحاجات دي كلها تعمل اريزميا، وهنفهم برضو الاريزميا في درس الاريزميا ان شاء الله. تاني حاجة النو ريفلو فينومينا. يعني ايه نو ريفلو فينومينا؟ يعني دخلنا عملنا بالبالونة وحطينا ستنت ووسعنا الدنيا، ونيجي ناحية الصبغة نشوف الدنيا مشيت ولا لأ، ما نلاقيناش مشيت، نلاقي لسه في انسداد. الانسداد دوت بيبقى ليه كذا سبب، اول سبب ممكن يبقى امبوليزم واحنا دخلنا فيه ثرومبوزس شلناها من من فوق الاسكلروزس، يعني في ادي ارتري اهو وادي في اسكلروزس ومتكون فوقيه ثرومبوزس كده، تمام، وقافل اليومن خالص، فاحنا بالسلكة بتاعتنا دخلنا، تمام، هل السلكة لونها مثلا اصفر، دخلنا بالسلكة بتاعتنا شلنا قطعناها خالص الحتة دي بالسلكة، قطعت الثرومبوزس وزقته، خلت الثرومبوزس ده يمشي ويروح يسد الارتري اصغر منه، فمثلا مشي كده راح سد المكان ده، تمام. فتيجي تحين صبغة هنا من بالقسطره تلاقي الدنيا مفتوحه والدم مشي هنا، لكن الدم ما مشيش هنا بسبب ايه؟ الثرومبوزيس دوت كان موجود هنا واحنا دخلنا بيه القسطره، شلناه وبقت امبوليزم وراحت قفلت الارتري. ايه تاني؟
ممكن يكون بسبب اندوثيليال بالونينج، اي خليه بيحصل لها اسكيميا ويحصل لها نكروزس في المراحل اللي هي قبل ما يحصل نكروزس بيحصل لها بالونينج، الخليه بت ايه بت آه بتبقى بيحصل لها سيلي سويلينج، بت ايه بتبقى زي شبه البالونه كده. اي خليه في المراحل بتاعه النكروز او الابوبتوزس بيبقى بسبب ان انت تراكمت فيها الاملاح وحصل فيها هايبر يعني هايبر اوزمولاريتي والاملاح فيها كتير، فاول ما تفتح اليومن الدم هيخش لها كمية الدم من الاملاح اللي بالنسبة للخلية حاجة اسمها بالاوزموتيك بريشر، خدت مية كتير، اول ما خدت مية كتير انتفخت، ولو حصل اندوثيليال بالونينج في البلود فيسل ادي الاندوثيليوم اول ما يحصل بالونينج تقفل اليومن. تمام، يعني النورمال ده النورمال اندوثيليوم، ده النورمال اندوثيليوم والدم ماشي. اول ما الدم يمشي وقلنا بسبب ان المكان ده فيه المكان ده كان مسدود في الاول اهو، تمام، واحنا جينا فتحناه والدم مشي وخلاص اهو الدم مشي، وقلنا ان في بسبب الاسكيميا الاملاح في الخلية بتزيد، فبالاوسموتيك بريشر هتشد مية من الدم من بالاوسموتيك بريشر فيحصل سويلينج في يحصل سويلينج في الخلايا اللي هي الاندوثيليوم وتقفل لنا اليومين والدم ما يقدرش يعدي، الدم يوصل هنا وما يعديش. تمام، او ان يحصل فازو دايلاتيشن في مكان اكتر من التاني في الكورونري، يعني عندنا اهو ده نشيل ده كله خالص، ادي كورونري اهو والحته دي مسدوده، دخلنا وعندنا الارتري بيتفرع لبرانشين، دخلنا احنا شلنا كل ده، دخلنا احنا وفتحنا الحتة دي الدم عدى تمام، هنا يجي تلاقي الدم عدى هنا اكتر من هنا بسبب ان في المكان ده حصل فيه فازو دايلاتيشن اكتر من المكان دوت، فكمية الدم اللي تروح حاجة شبه الكورونري ستيل فينومينا اللي شرحناها المحاضرة اللي فاتت. تمام، دي برضو من اسباب النو ريفلو فينومين. في حاجه برضو مهمه جدا في الكومبليكيشن اللي هي ريبرفيوجن انجري. يعني ايه ريبرفيوجن انجري؟ يعني انت دلوقتي زي ما احنا قلنا عندنا برضو انسداد والدنيا مقفوله خالص، فالمكان اللي تحت الانسداد دوت في اسكيميا. تمام، ادي artery وادي انس مسدود اهي، ده مكان مسدود. تمام، وهنا في الخلايا اللي حواليه في فيها اسكيميا. تمام، اول ما اجي احنا نفتح الحتة دي الخلايا اللي ماتت اللي ما كانش وصل لها دم بيحصل لها ووش اللي بتطلع مواد، المواد دي بيحصل لها ووش من الدم اللي داخل، الدم خلاص دخل هياخدها، هياخد المواد اللي طلعت من الخلايا اللي ماتت دي وتطلع وتمشي، والمواد دي بتبقى توكسيك على الخلايا، فهيجي بالدم نفسه تاخد لو افترضنا ان التوكسيك ماتيريال باللزق اهي، ياخد التوكسيك ماتيريال دي ويمشي ويوصلها لخلايا هيلسي تعمل لها نيكروزس وتخلي الخلايا ديت ان الكالسيوم فيها يطلع، لان الكالسيوم في الميوكارديوم بيبقى من نفسها كالسيوم متخزن جواها، في كالسيوم او بيخش من بره، لكن الكالسيوم في من جواها في الساركوبلازم، تخلي الساركوبلازم يحصل له دامج والكالسيوم اللي موجود في الخلايا يطلع ويحصل فيها كونتراكشن، والكونتراكشن دوت بنسميه كونتراكشن باند نيكروزس لو شفناه تحت الميكروسكوب. فواحده واحده كده تاني، الريبرفيوجن انجري دوت ان البلاد فلو رجع تاني،
الدمج دي مايوسايت او الخلايا اللي ماتت بتطلع مواد، المواد ديت اللي هي رياكتيف اوكسجين سبيشيز، اللي هي الفري راديكال، اللي هي اسم تاني اللي هي الفري راديكال. تيجي تخش لي الخلايا اللي فيها اسكيميا او ما ماتتش لسه، تعمل ميتوكوندريال بيرميابيليتي ترانزيشن، تخلي الخلية تسويل وتموت، وبعد ما تموت الكالسيوم هيطلع من الساركوبلازم يروح السيتوزول بتاع الخلية، فلما الكالسيوم يروح السيتوزول الأكتين والمايوسين، الكالسيوم هيمسك في التروبونين ويخلي الأكتين والمايوسين يسلايدنج على بعض، ويحصل كونتراكشن للمايوسايت اللي ماتت ديت، بنسميها كونتراكشن باند نكروزس. وانت بدل ما انت كنت فتحت الدم علشان ما يحصلش الحته اللي حصل فيها نكروزس ما تزيدش، لا ده انت كم انت زو انت فتحت الدم وزودت المكان ده عن طريق ان المواد اللي طلعت من الخلايا اللي ماتت دخلت موتت خلايا تاني، والخلايا اللي ماتت دي طل الكالسيوم اللي جواها طلع من السيركوبلازميك ريتيكولم طلع للسيتوزول وعملت كونتراكشن الميوكارديوم، حصل فيها كونتراكشن وبنسميها كونتراكشن باند. بس طبعا ايه، خلاص الخلايا ماتت، وبالطريقة ديت انت زودت الانفاركشن سايز. تمام. غير كمان ان ممكن الفري راديكالز او الرياكتيف اكسجين سبيشيز تي كمان من الليكوسايت اللي داخله مع الدم، فده كمان يزود الدمج بتاع الخلية. طيب هل ده بيحصل؟ بيحصل، لكن مش يعني ايه لما يجي يحصل مش زي ما انتم متخيلين اول ما بنفتح. ما هو لو كان في مشكلة لما احنا نيجي نفتح الانسداد ما كناش فتحناه، لكن هو مش بيحصل بالطريقة زي ما انتم فاكرين كده، يعني بيحصل لكن مش كومن قوي يعني. تمام. لكن بيحصل. نيجي لو شفناها تحت الميكروسكوب بشكل الخلايا اللي ماتت ديت اللي حصل فيها كونتراكشن، والخلايا ديت اللي ماتت يعني بقت الانفراكشن سايز، بدل ما كان صغير، بدل مثلا ما كان في الحتة دي كده، يعني مثلا احنا ها بدل ما كان في الحتة دي كده، الدم خد الفري راديكال وخلاها كمان الحتة دي كمان معانا، خد الفري راديكال اللي هنا، فبدل ما الحتة دي بس اللي ماتت، لا ده كمان خلى الحتة دي كمان ميتة. خلى الحتة دي كمان ميتة مع الخلايا اللي ماتت فوق بسبب الفري راديكال اللي حصل لها ووش، او ان الدم خدها من قفاها كده الفري راديكال دي وداها لخلايا تانية نورمال هيلسي، بس بسبب الفري راديكال دي موتتها. تمام. وخلت الخلايا تحصل لها ديس وتسويل، والكالسيوم اللي موجود في السيركوبلازم طلع وحصل له كونتراكشن، حصل كونتراكشن الخلايا دي. طبعا وجود الكونتراكشن دوت ما بيهمنا، مش بيفيدنا في حاجة، بس ده بصلوش يعني. طبعا غير كمان ان هيزود ايه الانفراكشن سايز، ممكن يعمل كاردياك اسكيميا بسبب الاسيدوزس والهايبركاليميا اللي بتبقى موجودة في الريبرفيوجن انج. هايبركاليميا يعني زيادة في البوتاسيوم، البوتاسيوم زيادة، والاسيدوزس بسبب اللاكتيك اسيد، لان انت عندك دلوقتي مفيش اكسجين في الاسكيميا، قلنا الاسكيميا مفيش اكسجين، فهيضطر الخلايا تعمل الاكسجين الاي تي بي بتاعها بانيروبيك انيروبيك ريسبيريشن، والانيروبيك دوت بيطلع لاكتيك اسيد، فاللاكتيك اسيد ده هيعمل اسيدوزس، والاسيدوزس تعمل اريزميا. اما بالنسبه للهايبركاليميا لان انت دلوقتي عندك برضو نفس الكلام، انت عندك البوتاسيوم كتير جوه الخليه، فلما الخليه تموت البوتاسيوم ده هيروح فين؟ يطلع من الخلايا ويروح بالدم برضو للخلايا الهيلسي، فالبوتاسيوم الزياده دوت والبوتاسيوم العالي ده يخلي الخلايا تعمل
اريزميا، وهنعرف ليه في درس الهايبركاليميا ان شاء الله، ليه ازاي الهايبركاليميا بيأثر على بيأثر على الاريزميا. ممكن برضو نشرحها في الاريزميا ان شاء الله بتاعت في درس الاريزميا، نشرح ازاي الهايبركاليميا والصوديوم والالكترولايت عموما بتأثر على الهارت ريت بتاع القلب. تمام، ده كده سريعا ريبرفيوجن انجري. الالكترو فيسيولوجيكال ستادي دي كمان ممكن نعملها بالقسطرة. يعني ايه؟ يعني عيان عنده اريزميا ومش مستجيب لأي أدوية خالص، بنخش تمام بنعرف الاريزميا دي مكانها فين، انهي عضلة عاملة هي الضربات القلب الغير منتظمة دي، وبيكوها بطريقة معينة، بيعملوا لها ريديو ابليشن، بيحرقوها، او لو ما عرفوش يعملوا ليه الاكسسوار باسوي ديت. اكسسوار باسوي يعني بدل ما احنا عارفين ادي القلب، ادي عندنا هنا الاس اي نود، تمام، الاس اي نود بتودي للاي في نود، وبعد كده الاي في نود بيودي ل بيودي للفنتريكل النبضة، فيحصل كونتراكشن، يبقى الاي في نود يعمل كونتراكشن في الاتريوم. تمام، وبعد كده الاس اي نود تودي كهرباء للاتريوم يعمل كونتراكشن، بعد كده الكهرباء تروح للاي في نود، وبعد كده الاي في نود يروح للباندل رايت والليفت باندل، وتروح ل هنا عندنا فاسيكولاس انتيريور بوستيريور فاسيكولاس، وعندنا هنا الباندل الرايت باندل للرايت فينتريكل. طيب دلوقتي لو احنا ساعات في ناس عيانين بيجي مش ده الباسوي النورمال، تمام، لكن ساعات بيبقى فيه اكسسوار باسوي لعيانين، يجي لهم اكسسوار باسوي هنا، تلاقي فيه بدل ما الباسوي ماشي زي ما انا قلت كده من الاس اي نود، بعد كده الاس اي نود للاتش ام، بعد كده للاي في نود، بعد كده الاي في نود للباند، بعد كده للرايت والليفت، لا ده عنده اكسسوار باسوي هنا بيودي من الاس اي نود على طول للليفت اتش ام او للرايت اتش ام. طيب ده يعمل اريزميا وهنشرحه زي ال دبليو بي دبليو، هنشرح ال دبليو بي دبليو في الاريزميا ان شاء الله. فده بنعمل له ايه؟ بنخش بالقسطرة ونحرق الاكسسوري باسوي دي، نحرقه ريديو ابليشن كده، نحرقه فما يعديش اي كهرباء خالص للفنتريكال ويف، ويمشي الكهرباء تمشي في المسار بتاعها الطبيعي. تمام، ممكن كمان نخش نركب بيس ميكر لو العيان الاس اي نود بتاعته مش شغاله، بنخش نركب له جهاز بيس ميكر هو اللي يديله كهرباء عشان يعمل النبض، او دي فايبريليتور. يعني ايه دي فايبريليتور؟ يعني لو العيان بيجيله في فنتريكولار فايبريليشن، ده بيرده، او في تاك او فنتريكولار تاكيكارديا اللي بيخلي بيرد العيان، بدل ما انت من بره تعمل له نبضة كهربائية علشان اللي هو الدي سي شوك، بدل ما انت تعبت تديله دي سي شوك او تديله كهرباء من بره اللي هو الجهاز بتاع الصدمات، لا هو اللي بيعمل له الصدمة وبيرجعه تاني للساينس ريزم بتاعه، او بيرجع تاني للاس اي نود بتاعه، الاس اي نود ريزم بتاعه اللي هو الساينس ريزم. ايه تاني ممكن نخش بالقسطرة للرايت هارت، للناحية اليمنى او للرايت فنتريكل بالقسطرة، نخش نعمل ايه؟ بنستفيد منه جدا ان احنا ادي من الفيمورال فين، نخش للانفيريور فينا كيفا، ومن الانفيريور فينا كيفا ادي الانفيريور فينا كيفا اهو، الانفيريور فينا كيفا زي ما انتوا عارفين بيروح يصب فين؟ بيروح يصب في ال right atrium،
ماشي، وادي الرايت فينتريكل، وادي البلمونري. مش حلو، ادي رايت اتش، وادي الرايت فينتريكل، وادي البلمونري والرايت فينتريكل مصل. تمام، نفتح فتحة ليه ل superior inferior vena cava. ده ال SVC superior vena cava، وده ال IVC inferior vena cava. بنخش بالأسطرة بتاعتنا كده، نخش في ده ال right atrium، right atrium، وده ال right ventricle. بنخش كده، بنخش لل pulmonary، بنخش من ال pulmonary artery. وادي اللي احنا عارفين البلمونري ارتري اهو، بيتفرع لبرانشين، وكل برانش بيروح للانج. بنخش كده بالقسطرة بتاعتنا، خش رايت او ليفت عادي، وبنرشقه، بنرشق البتاع دوت علشان يقيس الضغط اللي قدامه. ليه؟ علشان لو العيان عنده مشكلة في القلب في الليفت فينتريكل ومش عارف يضخ القلب، الدم هيرجع الدم هيروح فين؟ هيرجع لللنج. فلو احنا مش عارفين ان المشكلة تبع القلب، عايزين نتأكد ان المشكلة تبع القلب، فبنقيس الضغط في الضغط. ولما نيجي نرشقه كده، ده هيقيس الضغط اللي موجود. يعني انت دلوقتي قعدت دخلته كده فرشقته، ادي البتاع رشقتها فين؟ رشقتها هنا كده، بيقيس الضغط. دي القسطرة بتاعتنا الكاسيتر، رشقناها في الكابيلاري، وده الكابيلاري. الكابيلاري اللي فين؟ الكابيلاري في اللنج، لنج او البلمونري كابيلاري، رشقناها. بيقيس ايه بقى القسطرة؟ بتقيس الضغط اللي هنا. فلو الضغط اللي هنا عالي، يبقى المشكلة تبع الليفت فينتريكل، مش عارف يضخ الدم، لان الضغط الدم بيرجع على الرئة. لما الدم يرجع على الرئة، الضغط اللي موجود في الكابيلاري هيزيد. ليه الدم رجع على الرئة؟ علشان القلب مش عارف يضخ الدم اللي جايله. فنعرف ان في ليفت فينتريكولار فيلير او ليفت سايد فيلير. تمام. طيب الضغط اللي احنا قسناه ده بنسميه ايه؟ بنسميه بالمونري ويدج بريشر، بالمونري ويدج بريشر. طيب الاسطرة اللي احنا دخلنا بيها ديت اسمها ايه؟ اسمها سوانز كانز كاستر، سوان كانز كاستر، سوان كانز كاستر. تمام، دي الاسطرة اللي احنا دخلنا بيها عشان للرايت هارت، بعد كده البلمونري ارتري زي ما في الصورة كده اهو. تمام، بنخش نقيس البلمونري كابيلاري ويتش بريشر، وكمان ممكن عشان نقيس نعرف في هارت فيلر ولا لا، وكمان ممكن نقيس البريشر بتاع البلمونري ارتري، نشوف في بلمونري هايبرتنشن ولا لا. تمام. طيب ايه الكومبليكيشن اللي ممكن اي قسطرة تخش القلب تعملها لنا؟ احنا قلنا في زي الاريزميا، ممكن تعمل اريزميا، ممكن قلنا ممكن النوري فلو فينومينا والديبك فيوجن انجري، ده تبع البي سي اي. لكن اي قسطرة ممكن تخش القلب؟ احنا قلنا اشهر مكان بنخش هو من الفيمورال ارتري، فممكن واحنا داخلين من الفيمورال ارتري نعمل انجري في الاورطة. ادي الاورطة اهو، وادي القسطرة بتاعتنا داخلة، ممكن تخش في الجدار بتاع الاورطة وتعمل انجري، والدم يخش وراها تعمل اورتك ديسكشن. شرحنا الاورتك ديسكشن قبل كده، ان انت بتخلق ليومين تاني، او بتخلق مكان تاني الدم يمشي فيه غير المكان اللي المفروض يمشي فيه، اللي هو ده قسم الوول بتاع الاورطه ودخل والدم دخل فيه. ده رقم 2 سودو انيوريزم. يعني ايه سودو انيوريزم؟ يعني ادي الاورطه اهو بالقسطره بتاعتك، للاسف دخلت عملت انجري هنا، الدم طلع مشي هنا كده وعمل لنا كل كيعة كده اسمها هيماتوما. الهيماتوما
بنسميها سودو انيوريزم. يعني ايه انيوريزم؟ قلنا الانيوريزم عندنا في فولس انيوريزم وترو انيوريزم. سودو انيوريزم ده فولس انيوريزم، اللي هو من الهيماتوما شرحناها قبل كده، تمام، بسبب ان انت عملت ثقب في الاورطة والدم طلع اتجمع في المكان دوت، بيبقى شبه الانيوريزم لكن بنسميه سودو لان هو مش انيوريزم، يعني ما بيحصلوش، ما فيش فيه دايلاتيشن لكل اللير بتاعة الاورطة. ريتروبيريتونيال هيماتوما زي ما احنا شرحنا، يعني سودو انيوريزم لو الهيماتوما ممكن اللي هي هيماتوما سودو انيوريزم اتجمعت هيماتوما، لكن ممكن لو انت عملت انجري للاورطة من ورا يدخل يعمل بقى هيماتوما فين؟ في ريتروبيروتونيال بيروتونيوم، يعني ورا البيروتونيوم. احنا عارفين ان الاورطة بيمشي من ورا البيروتونيوم، لو حصل فيه هيماتوما بنعمل بيحصل فيه بيحصل ريتروبيروتونيال هيماتوما. ريتروبيروتونيال هيماتوما في ساينز بتلاقيها، اول ساين اللي هي السوبرا انجوينال تندرنس وفولنس، بتلاقي فوق الانجوينال ليجامنت فيه وجع شديد وانت بتيجي تدوس. اول حاجه الكولين ساين. يعني ايه كولين ساين؟ يعني تيجي بتلاقي حوالين في الصوره اهي، حوالين الامبليكاس بتلاقي فيه احمرار زي ما انتم شايفين كده حوالين الامبليكاس، تمام، دي بنسميها كولين ساين. بيري امبليكال ايكيموزيس وديسكولاريشن. الجراي تيرنر ساين اللي هو ده بتلاقي في الفلانكس، المكان اللي هو بجانب البطن دوت، اللي هو البطن من الجنب بنسميها الفلانكس، المكان ده بنلاقي فيه برضو اكيموس ديسكولوريشن بنسميها جري تيرنر. والفوكس ساين مش منتشر قوي بس بيبقى فيه اكيموزس في الانجوين، المكان الانجوين ليجامنت، الانجوين ليجامنت اللي هو مكانه فوق الفخذ كده عند الفخذ تحت المكان بتاع الابندكس شويه، تمام. بنشخص الريتروبريتونيال هيماتوما ازاي؟ بنعمل سي تي ويز كونتراست للعيان وبيبان، بس لو العيان هيموديناميكال ستيبل ما ينفعش طبعا عيان بيموت هروح اعمل له سي تي، لو العيان مش ستيبل ما بنعرفش طبعا نوديه يعمل سي تي، بنخليه يعمل سونار، والسونار برضو بيبقى دايجنوستيك بنسبة كبيرة. والله لو الهيماتوما مش كبيرة بنعمل سبورتيف تريتمنت، فلويد ريسوسيتيشن وبلاد ترانسفيوجن، بننقله دم وبنظبط له، بنديله فلويد علشان الضغط بتاعه يظبط. لكن لو الموضوع صعب وكبير وضغطه مش مظبوط والعيان بيبقى سيء، لازم ندخله العمليات، نعمل له سيرجيكال ريبير، نخش نقفل المكان اللي بيطلع منه الدم ده اللي بينزف منه، بنقفله نربطه وبنشيل الهيماتوما ديت وبننضف مكانها، تمام. ايه تاني؟ الكوليسترول امبولايزيشن سيندروم، يعني حصل امبولايزيشن من الكوليسترول اللي موجود، شرحناه قبل كده برضو خلي بالكم، من الكوليسترول اللي موجود في الاسوسكليروس، وده كمان في الاورطة، واحنا بنعمل بي سي اي او ادينا العيان انتي كوجيليشن. انتي كوجيليشن يعني زي الهيبارين والورفارين، تمام. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا سي في بريفيرال ماسل اند فيسرال امبوليزم، ممكن الامبوليزم ديت خارجه من الاورطه بالقسطره بتاعتنا واحنا داخلين نخرج امبوليزم من الكوليسترول، تيجي تقفل مثلا الرينال ارتري. لو قفلت الرينال ارتري احنا عارفين الرينال ارتري كده واحد كده واحد كده، وده الاورط، قفلنا واحد حصل رينال فيلير. طيب ايه تاني؟ راحت قفلت زي ما في الصورة كده، قفلت في الصباع ده، عند الصباع ده راحت قفلت الارتري اللي بيغذي الصباع ده، حصل نكروزيس، وبنسمي الموضوع ده بلو تو سيندروم بسبب اسكيميا في التوز بسبب ان حصل كوليسترول امبولايزيشن. واي مكان بقى هيتقفل، لو قفل في الجي اي تي يحصل اسكيميا، قفل في السي ان اس، راح عدى في السي ان اس يحصل ستروك او ترانزيانت اسكيميك اتاك، هنعرفها في النيورولوجي ان شاء الله. بنشخصها بالانجيوجرافي، بنخش برضو نحقن صبغه، والصبغه مش هتعدي معناها ان ما دام الصبغه ما عدتش وانت بتحقن في ارتري يبقى اكيد الارتري ده في حاجه سادة، لان اكيد الصبغه
زي ما بتعدي الدم هيعدي، لكن لو الصبغة ما عدتش يبقى في حاجة سادة الارتري دوت. وبرده نفس الكلام بنخش نوسع، تمام، او بنعمل جرافت، تمام. طيب ممكن من الكونتراست احنا بنحقنها تعمل حساسية لبعض العيانين، تمام، او زي ما احنا قلنا الاكيوت كيدني انجري بسبب برضو الكونتراست. الكونتراست ممكن لو ممكن لو اديت كمية كبيرة من الكونتراست، لان الكونتراست دي بعد ما تحقنها هتروح فين؟ ما هي الكلى هي اللي هتشيلها، هتفلترها من الدم وتوديها في البول، فممكن الكونتراست دي تأثر على الكلى وتدخل العيان في acute kidney injury EKI، تمام. delayed complication، complication ممكن تحصل بعد كده زي ايه؟ restenosis، والله دخلت وفتحت وعملت لكن البتاع اتسدت تاني، وده common بتحصل كتير، او الستنت اللي انت حطيت حصل عليها thrombosis. عشان كده احنا بنفضل الدراج للدراج استنت، الدراج اللي محطوط عليه الستنت اللي محطوط عليها دراج علشان تمنع ان يحصل عليها ثرومبوزس وبليتلت اجريجيشن، تمام. السبونتينيوس كورونري ارتري ديسكشن، ممكن يحصل ديسكشن في الكورونري ارتري او ممكن يحصل انفكشن طبعا، لان انت داخل من الجلد بتاخد البكتيريا اللي موجوده على الجلد تدخلها في البلود ستريم. ايه الكونتر انديكيشن اللي ممكن ما نخشش بيها نعمل قسطرة للعيان؟ الاكيوت رينال فيلير، وعيان عنده فشل في الكلى هنخش نحن له كونتراست ازاي؟ ما هو الكونتراست لازم كلى سليمة علشان تفلترها، ده ممكن بالعكس ممكن الكونتراست تزود اصلا الاكيوت كيدني انجري. الاكيوت رينال فيلير هي الاكيوت كيدني انجري يا جماعة. الالرجي للراديو، هو عيان عنده حساسية من الكونتراست دي مش هينفع احقنها له. عيان عنده سيفير هايبرتنشن، ضغطه عالي جدا ومش قادر تتحكم فيه، او عنده اصلا بليدنج ديس اوردر، يعني من اقل حاجه بيفضل ينزف العيان وما بيقفش النزيف بتاعه لبعض الاسباب هندرسها في الهيماتولوجي ان شاء الله. او العيان انتي كواجليتد، يعني ايه؟ يعني واخد كميه كبيره من الهيبارين او الورفارين، برضو ما بنحبش نخش في العيان دوت. نيجي للكورونري ارتري بايباس جرافت اللي هو الكابج. ايه الكابج ده بقى اللي احنا قلناه على فكرة الحصة اللي فاتت، بس عايزين بقى نشرحه بالتفصيل كده. الكابج عبارة عن ان انت بدل ما هتخش تفتح الكورونري، لا انت هتعمل وصلة من الاورطة للمكان للكورونري، بس للاني كورونري بقى للكورونري اللي مسدود بس بعد السد، يعني دلوقتي هو زي ما انتم شايفين في الصورة اهي، هادي في سد هنا اللي هي الصفرة دي، في سد اللي هو عند الصفرة دي، فاحنا هنجيب فين الفين او هنجيب جرافت مكانه، هنعرف بنجيبه منين، بنوصله من الاورطة للكورونري بقى المكان اللي بعد السد، يعني السد الدم ماشي كده مش بيعدي، فاحنا الدم ماشي كده مش بيعدي بسبب السد دي، فاحنا هنجيب ارتري او فين او هنجيب اي وصلة توصلنا من الاورطة للكورونري هنا للمكان اللي بعد السد، فالدم يقدر يمشي، تمام، في الكورونري للمكان اللي فيه اسكيميا. ممكن تعمل ادي واحد وعملت واحد تاني كذا كذا، تعمل كذا واحد كمان. طيب بنجيب الوصلة دي منين؟ عندنا ارتري جرافت وفينوس جرافت. الارتري كرافت بيبقى الارتري انترنال ميموري ارتري، والفينوس كرافت اللي هو الجريد سافينوس فين، وده اول شويس في الفين باي باس كرافت. اول واحد بناخده هو الجريد سافينوس فين واكتر واحد بنستخدمه. بنعمل ايه؟ بنخش نعمل ميدل استرنوتومي، وبالتالي لما بتلاقي العين وانت بتفحصه ميدل استرنوتومي معناها اللي هو كان عامل كابج قبل كده، ودي حاجة مهمة جدا اثناء الاكزامينيشن. وبعد كده بتعمل كارديو بالمونري باي باس، بتوقف بتوصل انت دلوقتي عشان تعمل الكلام دوت لازم القلب يقف، لان انت لازم تخلي الدم، لان انت هتفتح في الاورطة، لو فتحت في الاورطة والدم والقلب شغال هتضطر تعمل
هتعمل ايه؟ الدم هيطلع من الاورطة ومش هتعرف تعمل في تحدي وتوصل. فبتعمل ايه؟ بتوصل الاورطة والبلمونري بجهاز بره اسمه هارت لونج ماشين. جهاز اسمه هارت لونج ماشين، بيعمل كأنه ايه من اسمه كده، هارت ولونج ماشين. وبعد كده بتوقف، بتعمل كارديو بليجيك. بليجيك يعني مشلول. بتعمل القلب بتشل حركته. وبعد كده بتعمل انستوموزس، تستل للكورونري ارتري ستينوزس، بسواء بالانترنال ثوراسيك ارتري اللي هو الانترنال ميموري ارتري او بالجريت سافينس فين. وبعد كده بترجع تشغل القلب تاني، تديله نبضة كهربائية وبيبدأ يشتغل تاني، وترجع توصله بيه، ترجع توصل القلب بيه الأورطة، وتوصل وتوصل تاني توصله بالقلب بالمونر وكل حاجة. تمام، ده الكابج. تمام، وعرفنا الصورة، بنوصله من الأورطة للمكان ديستال للأوبستراكشن أهو. الاوبستراكشن اللي بالسهم الاسود ده اهو، الاوبستراكشن الاصفر ده، الاصفر ده الاوبستراكشن. بنوصله بقى الباك اوبستراكشن علشان تودي الدم للمكان اللي فيه سكين. ايه اللي ممكن يحصل؟ الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل بسبب الكورونري ارتري باي باس جرافت، اول حاجه بعد العملية ممكن يحصل بيدي كارديوتومي سيندروم، حاجة اسمها بوست بيدي كارديوتومي سيندروم. ده اوتو اميون ديزيز في البيريكارديوم. البيريكارديوم والبلوراي والبلوراي البلوريزي او البلورايتس او اسمها بلوريزي. البلوريزي ده الغشاء، البلور هو الغشاء اللي بيحيط باللنج، والبيريكارديوم الغشاء اللي بيحيط بالقلب. بيحصل فيهم اوتو اميون انفلاميشن، بيحصل بعد اسبوع لستة اسابيع بعد ما عملت عمليه في القلب. العلاج بتدي انتي انفلاماتوري ديزيز، بس بتعرفوا ازاي؟ بيبقى في شيست بين مع فيفر اوتو اميون ديزيز وعمل انفلاميشن، واي انفلاميشن في الجسم بيطلع سيتوكاينز، والسيتوكاينز هتعمل في بتاع السيتوكاينز بقى تعمل الفيفر، وهتعمل الماليز والهيديك. تمام، وبرضه هتعمل شيست بين، ويحصل فيه بيبقى فيه بيريكارديال فريكشن راب. تيجي تسمعه بالسماعة، تحط السماعة تسمعها تلاقي فيه فريكشن راب، تحس ان في حاجة بتعمل فريكشن كده زي الصوت ده كده، سامعينه ولا لا؟ اللي انت لما تيجي تعمل ايديك في بعض، تحك ايديك في بعض، نفس الصوت كده بالظبط يعني قريب منه. ولو حصل بيريكارديال افيوجن بنعمل بيريكارديال درينج، يبقى بندي نون ستيرويدال او بريدنيزون اللي هو كورتيزون. يعني ايه تاني ممكن يحصل؟ بوست اوبراتيف اكيوت ميدياستاينايتس. الميدياستاينم اللي هو المكان اللي ما بين التولانج، بيحصل فيه انفلاميشن. بيحصل لو في نيزل، لو بالذات من بسبب الاستاف استافيلوكوكس اوريوس، بالذات لو في نيزل كولونايزيشن. تمام، قبل ما كان في مشكلة في قبل ما تعمل العملية، كان العيان دوت عنده مثلا جيوبه الأنفية فيها التهابات أو كده، أو كان عيان أو عنده التهاب في مناخيره بسبب الميسيسيلين سسبتبل استافيلوكوكس اوريوس. استافيلوكوكس اوريوس طبعا لو العيان، أكيد استافيلوكوكس اوريوس عارفين، لو العيان عنده انفكشن في مناخيره بسبب الاستافيلوكوكس اوريوس، بيبقى كومن جدا معايا الاكيوت ميدياستاينايتس. نفس الكلام فيفر تاكيكارديا وشيست بين. بس هنلاقي في الدايجنوستيك تيجي تعمل سي بي سي اللي هو كومبليت بلاد كاونت، تلاقي الوايت بلاد سيلز عاليه. تعمل شيست اكس راي بتلاقي زي ما انت شايف كده في وايدنينج في الميدياستاينم. بص الميدياستاينم هنا كده، ده كده وايد، المفروض الميدياستاينم ما يعديش الخطين اللي انا هرسمهم دلوقتي بالاخضر دول، الميدياستاينم لغايه هنا كده، لكن الاستاينا وصل للخطين السود، ده معناه بنسميه هنا وايدنج ميديستاينا في الاكس راي. تمام، وممكن نلاقي فلويد، ممكن نلاقي هواء في الميديستاينا بنسميها نيومو ميديستاينا. العلاج طبعا عمليه بتخش وبتشيل الحاجات الميته دي وبتنضف، وبتدي لونج تيرم انتي بايوتيك.
حاجة مهمة جدا ان انت لازم تدي بوست اوبراتيف لونج تيرم تريتمنت بالانتيبليت للدراج اللي هم الاسبرين عشان تقلل زي ما قلنا. طيب احنا ليه بندي اسبرين؟ عشان نمنع ان يحصل ثرومبوزس على الستنت، يمنع ان يحصل ثرومبوزس كمان واحنا دخل او لما نيجي نعمل كابتش. فمهم جدا ان احنا نقلل حدوث ثرومبوزس والبليتلت اجريجيشن في لما نيجي نعمل كابتش او لما نيجي نعمل بي سي اي نركب ستنت. بندي ايه؟ بندي انتي بليتلت دراج يمنع ان البليتلت تلزق على الابيثيليوم، وبيبقى 100 مللي جرام اسبرين اللي هو الاسبرين الاطفال او الاسبرين بروتكت، تمام، بتاخد حباية في اليوم بتفضل ماشي عليها لمدة سنة، تمام. دي بنعملها بعد العملية، وكمان بنعملها بعد البي سي اي، بنخلي العيان ياخد اسبرين كمان مع الكلوبيدوجريل. الكلوبيدوجريل اللي هو اهم من الحاجات المشهورة جدا اللي هو البلافكس، تمام. طيب كده يبقى احنا خلصنا او باختصار كده شرحنا الكاردياك كاسيتورايزيشن، تمام. طيب نيجي نبدأ الأكيوت كورونري سندروم. الأكيوت كورونري سندروم، طيب احنا هنقول تقسيمات الاسكيميك هارت ديزيز. احنا عندنا الأنجينا ثلاث أنواع قلناهم، عندنا الستيبل، تمام، والنوع التاني اللي هو الفازوسباستيك اللي احنا لسه شارحينه، فازو سباستيك، واخر نوع اللي هو الانستيبل اللي احنا لسه هنشرحه، تمام. طيب عندنا كمان انواع الميوكارديو انفاركشن او الجلطة بتاعت القلب، المايو كارديال انفاركشن، نوعين كبار اللي هو النوع الاولاني اللي هو الاستيمي والنون استيمي. ايه الاستيمي وايه النون استيمي؟ دي هنعرفهم دلوقتي. ولكن ايه بقى الاكوت كورنر سندروم؟ احنا دلوقتي انواع الانجينا ستيبل وفازوس باستيك شرحناهم. الاكوت كورنر سندروم هو الثلاث انواع اللي ناقصين اللي احنا ما شرحناهمش، اللي هو الان ستيبل انجينا، والنوع اللي هو اللي اسمه ستيمي، والنوع اللي اسمه نون استيمي مايوكارديو انفاركشن. يبقى احنا لو عايزين نكتب هي ايه الاكيوت كورونري سندروم، اكيوت كورونري سندروم السندروم الحاد التاجي هو ثلاث حاجات، الانستيبل انجينا، انستيبل انجينا، والاستيمي، والنون استيمي، تمام. ده كده التقسيمة بتاعت الاسكيميك هارت ديزيز، الانجينا، انجينا ستيبل، فازوسباستيك، انستيبل، الميوكارد انفاركشن اللي هو حصل نيكروزس في المصل او الميوكارديال مصل، نوعين استيمي، نوعين اللي هو الاستيمي والنون استيمي. اما بالنسبه للاكوت كورنر سندروم ده بيشمل الثلاث حاجات دول، ان ستيبل انجينا او استيمي او نون استيمي، جميل. طيب الاكوت كورنر سندروم معناها ان في اكيوت مايوكارديال اسكيميا، جميل. يبقى العيان ده عنده اكيوت كورنر سندروم، يبقى احنا قصدنا ان العيان دوت عنده اكيوت مايوكارديال اسكيميا، تمام. طيب عندنا النوعين في في الكورونري، احنا قلنا بيتقسم ثلاث انواع، الاكيوت احنا نقول اكيوت كورونري سندروم اي سي اس، اختصار اي سي اس، تمام. قلنا اول واحد اللي هو النون استيمي. طيب يعني ايه استيمي؟ تعال نفصص كده الاستيمي دي. استيمي يعني اس تي elevation دي STTE اللي هي ST segment elevation، و MI يعني myocardial infarction.
يعني قصده ايه؟ ان حصل مايوكارديال انفاركشن بس نون اس تي اليفيشن، يعني الاس تي سيجمنت اللي بتاعت، طب ايه الاس تي سيجمنت دي؟ الاس تي سيجمنت اللي هي في الاي سي جي، احنا قلنا الاي سي جي هنشرحه ان شاء الله بس سريعا كده. الاي سي جي ادي البي ويف، ودي الكيو ار اس، ودي التي ويف. جميل. الاس تي دي الكيو، ودي الار، ودي الاس. الاس اي تي سيجمنت اللي هي المكان اللي بيبدأ من عند الاس لغاية التي اللي هي الحتة دي. جميل. الحتة دي، طيب الحتة دي لما بيحصل مايوكارديال انفاركشن، في نوع من الميوكارديال انفاركشن، الاس تي ما بيحصلهاش حاجه بنسبه كبيره، بتبقى مش مفروض لو حصل ميوكارديال انفاركشن دي بتطلع لفوق كده، تمام؟ مش المفروض، هو في نوع من الميوكارديال انفاركشن بنلاقي الاس تي فوق كده، تمام؟ كده الاس تي عاليه، بص ده الليفل من هنا والليفل هنا، فالاس تي طلعت لفوق، ده النوع. لكن النوع اللي هو التاني اللي هو الاستيمي، لكن النون استيمي الاس تي، الاس تي مش اليفيتد، بالعكس الاس تي ديبريست، تمام؟ وساعات بيبقى معاها تي ويف انفيرجن، فاحنا هنرسمها كده، تمام؟ كل ده عشان نوضح اكتر، نرسمها كده. يبقى اهي دي الاس تي ديبريست، ديبريست ده النوع اللي هو النون ستيم. الاس تي ديبريست، وكمان ال التي ويف بتبقى ممكن ليها باي فيزيك، يعني تبقى جزء منها تحت وجزء فوق بالشكل ده كده، تمام؟ ده النوع اللي احنا بنسميه نون اس تي، يعني مفيش اس تي اليفيشن في الاي سي جي بتاعنا ده، اي سي جي، تمام؟ الاي سي جي نون استيمي. طيب النون استيمي دي تنقسم ليه؟ حاجتين. النون استيمي ان يحصل النون استيمي ان يحصل ال، لا انا قصدي ان ممكن الانستابل يجي لك برضو بنون ستيمي، يبقى النون اس تي اليفيشن بقى مش انفاركشن. يبقى احنا ممكن نقول ان النون اس تي اليفيشن بينقسم لان ستيبل، لان الان ستيبل بيجي بري ديبريسد اس تي سيجمنت، وكمان اللي هو الام اي ممكن يجي لك بام اي، يعني ممكن يجي لك بان ستيبل، ممكن يجي لك بمايوكارديا انفاركشن، بيجي لك بان ستيبل انجين، تمام؟ لو الاس تي ديبريست. طيب النوع التاني اللي هو الاس تي بقى اليفيشن ام اي اللي هي الاستيمي، اللي بنلاقي ان الكيو ار اس، قصدي الاي سي جي، بنلاقي الاس تي سيجمنت اليفيتد، بيبقى معاها ميوكارد انفاركشن. طيب احنا هنمشي من الاقل خطوره للاخطر. احنا عندنا الاقل خطوره الانستيبل، اقل خطورة من النون ستيمي، اقل خطورة من الستيمي. يعني الستيمي هي اكتر واحدة اكتر خطورة من الانستيبل والنون ستيمي، تمام؟ هي الستيمي. تمام. يبقى احنا عندنا نون ستيمي، وادي الستيمي اكتر خطورة منهم كلهم، تمام؟ دي انستيبل انجين، ودول التلات انواع اللي احنا قلنا عليهم بتوع الاكيوت، الاكيوت كوروناري سندروم، هما التلاتة دول انستيبل انجينا والنون ستيمي والستيمي، واخطر واحدة فيهم هي الستيمي. طيب يبقى احنا عندنا النون اس تي اليفيشن زي ما قلنا،
ممكن يبقى نون استيمي، يبقى نون استي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن، حصل مايوكارديال انفاركشن، انا عبارة عن ستيبل انجينا. ستيبل انجينا يعني لسه في مرحلة ما قبل الانفاركشن. الان ستيبل انجينا ممكن تكتب جنبيها كده مرحلة ما قبل الانفاركشن او مرحلة ما قبل الجلطة قبل ما يحصل جلطة، ان ستيبل انجينا. عشان كده بنعتبرها من الحاجات اكيد حصل جلطة بالظبط، علشان في لازم في اجريسيف تريتمنت بيتاخد بنعالج بيها قبل ما يحصل جلطة، ونلحق العيان قبل ما يحصل نكروز، لان هو وانس حصل نكروزس فخلاص ما بيحصلش ريجنريشن للميوكارديوم بعد ما يحصل انفاركشن ونكروز. عندنا الميوكارديوم انفاركشن نوعين، في تايب 1 وتايب 2. طبعا التايب 1 هو الموست كومن. هو ايه طيب التايب 1؟ تايب 1 ده بسبب اللي احنا شرحته قبل كده مليون مرة، بسبب الاسكلروزس. عندنا انستيبل اسكلروزس مهما كان حجمها، نرسم واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. مهما كان حجمها لو هي انستيبل زي ما قلنا في حصة الاسكلروزس، مهما كان حجمها لو هي انستيبل هيجي البليتلت فوقيها تترسب، ويجي الفايبرين عليها وتعمل ثرومبوزس تقفل اليومين كله، تمام. وقلنا برضو مهما كان حجمها، ممكن حجم صغير وحجم كبير. اسكلروز لو كانت كبيرة او صغيرة مش هتفرق، المهم ان هي مش هتفرق انستيبل. وقلنا امتى تبقى انستيبل وامتى تبقى ستيبل، راجعوا المحاضرات اللي فاتت. طيب ده النوع الاول، ان المايوكارديا انفاركشن اللي هو التايب 1 يحصل بسبب تايب 1، ان يحصل بسبب الاسكلروز، جميل. طب النوع التاني، النوع التاني ان ما يكونش في، ما فيش في سبب اخر غير الاسكلروزس هو اللي عمل الميوكارد انفاركشن دوت. زي ايه؟ زي مثلا ان العيان عنده زي ما كنا بنقول سيفير فازوس بازم في الفازوس باستيك، فازو سباستيك انجينا. العيان عنده سيفير مايو كوروناري سبازم، يجي الدم يعدي مش عارف، فيحصل اسكيميا. كل ما الاسكيميا دي برولونجد او وزن الوقت اللي حصل فيه الفازوس بازم زاد، وبالتالي وقت الاسكيميا هيزيد. فوقت الاسكيميا لو برولونجد يحصل ام اي، بس في الحاله دي مش هيبقى تايب 1، هنسميه ام اي تايب 2، تمام. هو ده الفرق ما بين تايب 1 تايب 2. تايب 1 بسبب الاسكلروز، وطبعا اشهر سبب للاسكيميا هو الاسكلروز، عشان كده تايب 1 هو اشهر سبب. اما تايب 2 بسبب اي سبب تاني غير الاسكيميا او غير الاسس، اسف، سبب تاني عمل اسكيميا غير الاسكلروز. طب ايه تاني غير الفازوس باستيك؟ ممكن يبقى العيان عنده انيميا، بس مش اي انيميا، سيفير انيميا، سيفير انيميا، وبالتالي مفيش هيموجلوبين ينقل الاكسجين للميوكارديوم، يحصل مايوكارديال انفاركشن، والكورونري ممكن تبقى سليمه بس بسبب السيفير انيميا يعمل كده، تمام. طيب ده اللي احنا لسه شارحينه، التايب 1 بسبب اسكلروزس، تمام، ويحصل مايوكارديال انفاركشن، تمام. اما التايب 2 ده بسبب ان حصل اكسجين سبلاي ديماند ميس ماتش، زي ما انا قلت لك، اللي هو ايه، زي حصل انيميا او حصل كورونري سبازم، تمام. ايه اسباب الميوكارديا انفاركشن؟ طبعا اشهر سبب واول واحد هي الانستيبل اسيسكلروز زي ما احنا قلنا، وده اشهر واحد واهم واحد، تمام. غير كده في فازوس بازم، في ارتيريال ديسكشن، ممكن ديسكشن، فاكر لما قلنا من شويه في البي سي اي ممكن يحصل ديسكشن، او ممكن يحصل ديسكشن من غير بي سي اي. لو حصل ديسكشن برضه يعمل انفاركشن، لان انت قفلت اليوم خلاص. كورونري امبوليزم، الامبوليزم ممكن تبقى بروستيتيك، من البروستيتيك هارد فالف. بروستيتيك يعني انت حاجه صناعيه، واحد مثلا عنده الفالف بتاعه مايترال او ترايكاسبيد عنده فيه مشكله، فبنعمل عمليه بنبدله، بنشيل المايترال اللي عنده ونحط له مايترال تاني، تمام. في مايترال بيبقى ميتال، وفي من بيبقى من بناخده من الخنزير، تمام. فالحاجات ديت ممكن تعمل ثرومبوزس عليها، والثرومبوزس لو بسبب حركة الفولف ممكن
الثرومبوز اللي اتكون عليه دوت يمشي من عليه او يتقطع من عليه ويعمل امبوليزم ويروح يقفل اي مكان تاني، وممكن يخش على الكورونري او غيره. الـ atrial fibrillation، طبعا atrial fibrillation يعني ايه؟ هناخده في الاريزميا، يعني الـ atrium مش بيعمل contraction، مفيش contraction، تمام؟ الـ atrium ما بيعملش contraction، كل عضلة في الـ atrium بتنقبض لوحدها، تمام؟ وبالتالي الدم استجنيتد او واقف عند الـ atrium، مش بيتحرك، الـ atrium مش بيعمل له contraction. فلما الدم بيفضل ثابت في مكان، حاجة هنعرفها في الدي في تي اسمها بريكاوت رياد، لما الدم يفضل واقف في مكان ما بيتحركش، يكون مع نفسه ثرومبوزس، يكون جلطة، والجلطة دي لو اتحركت ممكن تروح أي مكان من ضمن الأماكن اللي ممكن تروحها الكورونري، ممكن كمان تروح الكاروتيد، تروح المخ تعمل ستروك، تروح الكلى تعمل رينال فيلير، وتعمل رينال ارتري ثرومبوزس أو امبوليزم، يعمل سيفير رينال اسكيميا، ممكن تروح في الابر ليمب او اللور ليمب تعمل اكيوت ليمب اسكيميا، تروح اي مكان. التاكوتسوبو كارديوميوباثي، التاكوتسوبو ده هنشرحه في درس لوحده، بس التاكوتسوبو بسرعة وباختصار هو بسبب ان في بيجي في الفيميل اكتر، ان في فيميل اتعرضت لستريس، الاستريس عنيف، مثلا جوزها مات، دايما بيجي في الحالات كده وفي الاسئلة كده ان جوزها مات، تمام؟ مش عارف ليه بتبقى زعلانة، ما علينا. التاكوتسوبو ففي ستات، بتزعل لما جوزها يموت، يعني سبحان الله. فالتاكوتسوبو التاكوتسوبو ان بسبب الاستريس ده بيحصل ان في كمية كبيرة جدا من الادرينالين والنور ادرينالين، الابينفرينز عموما بتطلع من الادرينال جلاند او السوبرا رينال جلاند، تمام؟ وهي لما تيجي تطلع تعمل سيفير كونتراكشن، تخلي القلب ينبض بطريقة اكبر شوية، وبتخلي يحصل فيه اسبازم في الكورونري. ففي حاجتين دلوقتي، انت خليت القلب يشتغل، ينقبض اكتر، هارت ريت اكتر، فمحتاج اكسجين اكتر، وكمان قللت كمية الدم اللي رايحة بسبب الكورونري اسبازم، النور ادرينالين بيعمل سيفير اسبازم في الحالتين دول، ويحصل مايوكارديال اسكيميا، تمام؟ ده بسبب ان في سيفير ستريس. طب الاسترس هل حاجة لازم تبقى حاجة تضايق؟ لا، ممكن حاجة تضايق بنسميها بروكن هارت سندروم، او حاجة ما تضايقش تبقى حاجة بوستيف، بس من كتر الفرحة الزيادة طلعت ابنفرين ونور ابنفرين، وعملت نفس الميكانيزم دوت، ان الاسترس زود السمباثاتيك او زود الابنفرين ونور ابنفرين. هو ما هو السمباثاتيك لما يزيد هيزيد الابنفرين والنور ابنفرين، يحصل ماسيف كاتيكولامين، حاجه اسمها ماسيف كاتيكولامين ديسشارج، يطلع من السوبرا رينال جلاند او الادرينال جلاند، فتعمل كورونري سبازم وتخلي القلب يشتغل بسرعه اكبر، فمحتاج اكسجين اكتر وميتابولايت ونيوترينت اكتر. ولكن بسبب الكورونري سبازم ممكن يدخل عيان في مايوكارديال انفاركشن، تمام؟ ويجيلك بمايوكارديال انفاركشن. مايوكاردايتس، مايوكاردايتس يعني انفلاميشن، سواء بقى انفكتيف او نون انفكتيف، يعني بسبب فيرال انفكشن او بسبب اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون ديزيز زي سيستميك لوبس، روماتويد ارثرايتس، الكلام ده كله اوتو اميون ديزيز. ممكن الانتي بودي بتهاجم المناعة بتاعتنا، بتهاجم جسمنا، المناعة بتاعت الجسم بتهاجم نفسها، مش بتهاجم نفسها، بتهاجم الجسم نفسه، يعني المناعة بتاعت الجسم بتهاجم الجسم، فبتهاجم العضلات بتاعت العضلات بتاعت القلب اللي هو الميوكارديوم، وتعمل فيها انفلاميشن، وممكن تسبب بميوكارديوم انفاركت. ثرومبوفيليا، عيان بيكون جلطات، هناخدها في الهيماتولوجي ان شاء الله. ولكن سريعا، البوليسايسيميا روبرافيرا، البوليسايسيميا فيرا او البوليسايسيميا روبرافيرا، ان العيان عنده ار بي سيز، عدد الار بي سيز عنده عالية جدا، كتيرة جدا، عدد الار بي سيز عالية. يعني مثلا لو العيان بيبقى الطبيعي مثلا عنده 4000 مثلا،
لا ده عنده 20,000. تمام، فرق كبير جدا. وبالتالي الكمية الكبيرة دي تتجمع مع بعض والبليت يلزقوا ببعض ويعملوا ويتخلي البليتلت كمان تتجمع معاهم يعملوا ثرومبوزس، و والكمية الكبيرة ديت او كمية الار بي سيز وهي بتيجي تعدي في الار في الـ في الـ ده غير ان هي كمان الار بي سيز اب نورمال، لان البوليسيستيمي ار بي سيز ديت ده ممكن نقول ان هو تيومر في البون مارو، لان البون مارو هو اللي بيطلع الار بي سيز، فبيطلع ار بي سيز او خلايا عددها كبير جدا. تمام، عددها كبير جدا، فلما الكمية الخلايا اللي عددها كبيرة جدا شبه المالجنت تيومر. المالجنت تيومر عبارة عن ان هو بيعمل انقسامات، الخلايا عمالة تنقسم، يحصل ديفيجن كتيرة جدا. تمام، بيحصل ديفيجن وبتاع، فالخلايا عددها يزيد. طيب في الثرومبوفيليا او البوليساسيميوبيا فيرا، البون مارو نفس الكلام، بيميل المايلويد سيل او الستيم سيل اللي موجودة في البون مارو برضو بيزيد عدد الخلايا. وزيادة عدد الخلايا ديت بس مش الار بي سيز، لأ ده كمان بيزيد عدد الخلايا اللي هي زي البليتلت وكمان الوايت بلاد سيلز، كل ده بيزيد، فيخلي في البلاد يبقى هايبر، في هايبر فيسكوستي، البلاد نفسه يبقى هايبر فيسكوستي شبه الايه، شبه العسل كده. الدم المفروض يبقى قريب من الميه شويه، الكونسيستنسي بتاعته تبقى قريبه من الميه، لكن بسبب البوليساسيميا بافيرا بتلاقي الفيسكوستي بتاعته عاليه قريبه من العسل، فهيجي الدم مش عارف الدم ما يتحركش في الاوعيه الدمويه طبيعي، فيحصل ثرومبوزس فيه. وكمان خلي بالنا الار بي سيز اللي بتطلع من البلاد سيلز دي كمان نوت افيشنت ان هي تنقل الاكسجين، مش ار بي سيز، مش نورمال ار بي سيز، لا دي طالعه من خلايا سرطانيه، وبالتالي الفانكشن بتاعتها اب نورمال، يعني مفيش فانكشن، مش بتعمل فانكشن بتاعتها. فكمان قفلت اليومن بان هي عملت زياده في الفيسكوزيتي، وكمان قللت الدم اللي كميه الاكسجين اللي هيتنقل للخلايا، فاسكيميا برضو من الناحيتين. الفاسكولايتيس يعني انفلاميشن في البلود فيسل، هنشرحها ان شاء الله في الروماتولوجي بالتفصيل. عندنا البولي ارثرايتس نودوزا والكوازاكي سيندروم. تمام، بيحصل انفلاميشن في البلود فيسل، اي انفلاميشن في البلود فيسل يحصل اديما، وبعد كده بعد انفلاميشن بعد الاديما يحصل فايبروزس، وبالتالي فايبروزس في الارتري، تخلي الارتري يقفل بدل ما هو كان ماشي كده، لا يبقى ايه عامل كده، فالدم ما يعرفش يعدي منه. تمام، طيب عندنا ايه تاني؟ النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج. طب اشمعنى انا حطيتها لوحدها كده، واشمعنى الادويه دي؟ الادويه ديت يا جماعه نخلي بالنا واحنا بنستخدمها، الادويه دي بتاثر على حاجات كتير، بتاثر على الجسم كله تقريبا، بتاثر على الكلى، بتاثر على القلب، بتاثر، فانت وانت بتستخدمها تخلي بالك ما تستخدمهاش الا في الضروره القصوى، و في وقت ما يكونش وقت طويل، يعني ما يكونش prolonged use ليها علشان الكومبليكيشن بتاعتها. النون ستيرويد زي ما احنا عارفين زي الاسبرين بيقفلوا الكوكس، الكوكس دوت برضو نفس الكلام اللي بيطلع البروستاجلاندين لسه قايلينها من شوية. طب البروستاجلاندين بتعمل في دي يعني فازو دايلاتيشن، لو احنا قفلنا الكوكس مفيش بروستاجلاندين، مفيش فازو دايلاتيشن، يعني في فازو كونستريكشن، وبالتالي يعمل مايوكارديال انفاركشن، ده غير ان هي اصلا دايركت توكسيك للهارت لو اتخذت بكميات كبيره وفي اوقات وفي وقت طويل، قعد واحد قعد عليه شهرين ثلاثه. تمام، فما تاخدهاش لاوقات طويله، وتاخدها بس في الضروره القصوى. نون ستيرويد اللي هم البروفين بقى، الاسبرين طبعا ده لوحده، بعد كده البروفين والكيتوبروفين والكيتولاك والحاجات دي كلها، فنخلي بالنا. ايه تاني عندنا؟ الميوكارديال اوكسجين سبلاي ديماند ميس ماتش،
يعني ايه يعني السبلاي والديماند مفروض في بالانس ما بينهم، والديماند فالبالانس ده ما بقاش موجود. يعني في السيفير انيميا لسه قايلينها، سيفير انيميا يعني محتاجين ديماند، اسف محتاجين سبلاي، السبلاي مفيش، سبلاي قليل لان الانيميا يعني مفيش ار بي سيز، مفيش هيموجلوبين، ليه مفيش هيموجلوبين تنقل الاكسجين من الرئه للخلايا. الهايبوتنشن الضغط الواطي، لو الضغط الواطي ولو الضغط قليل الدم اللي بيتحرك ببطء جدا في الاوعيه الدمويه وبالتالي يحصل اسكيميا في الهارت، يبقى هيقل هنا بقى برضو نفس الكلام، هيقل السبلاي. هايبرتروفيك كارديوميوبسي ده بيزيد الديماند، يعني ايه اي عضله في جسم الانسان لما تيجي تلعب عليها رياضه زي ما بتروح الجيم حجمها بيزيد، نفس الكلام برضو في الهارت. ادي الاتريوم بتاعنا وادي الفنتريكل، جميل. لو في اورتيك ستينوزيس او في اورتيك ستينوزيس يعني الحته دي ضيقه، او في هايبرتنشن، الاتنين دول ده يزود الضغط في المكان دوت. الفنتريكل وهو بينقبض، الفنتريكل وهو بينقبض، تمام، الفنتريكل وهو بينقبض بينقبض قدام ضغط عالي جدا، وبالتالي اكنه بيلعب رياضة، فهيضطر ان العضلات دي يحصل لها هايبرتروفي، فبدل ما ده النورمال بتاعها هتبقى كده، جميل. بقى كل ده بقى السيكنس، كل ده السيكنس بدل ما كان السيكنس كده بس، الاصفر ده النورمال سيكنس، اما الاحمر دوت وصلنا للخط الاحمر دوت لما حصل فيه اورتكسوس او هايبرتنشن. طب الهايبرتروفي دوت معناه ان انت محتاج كمية دم اكتر علشان يعني تديله اديكوت بلود سبلاي، علشان هو دلوقتي شغال اكتر من الاول، بدل ما كان مثلا محتاج 50 اكسجين زاد الضعف بقى محتاج 100 اكسجين عشان العضلة نفسها حجمها زاد، تمام. طيب على طيب الكورونري زي ما اتفقنا، لا ما فيش كده، الكورونري نفس الكمية اللي هتوصلها مش هتزيد، وبالتالي يحصل اسكيميا. في يحصل اسكيميا في انهي في مكان؟ في المكان اللي كلنا عارفينه، اول مكان بيبدأ يتأثر بالاسكيميا هو السب اندوكارديال، سب اندوكارديوم مصل اللي هو ده، يبدأ العضلات اللي موجودة في المكان دوت يحصل لها اسكيميا، ومرة مع مرة يحصل لها نيكروزس ويعمل مايوكارديو انفاركشن. جميل، فهمنا الميكانيزم بتاع الهايبرتروفي ليه، ان القلب لما يحصل له هايبرتروفي او هنقول بنسميها هايبرتروفي كارديو مايوباسي، مايوباسي كارديو مايوباسي، ان الكارديو المايوكارديوم حصل لها باثولوجي، مش حاجه كويسه ان القلب عضلاته بقت اقوى، لا القلب لما عضلاته بقى اقوى اول حاجه كميه الدم اللي هتوصل للفنتريكل، لان العضله خدت مكان الدم، لان هنا العضله دخلت على السبيس اللي الدم بيقف فيه، فكميه الدم اللي هتبقى موجوده هتبقى اقل في الدايستول لما يجي، بدل ما كان الدم هنا مثلا هنفترض ان هو 50 لتر مثلا، 50 لتر او 50 ملي، بقى دلوقتي 20 ملي، تمام. فالكمية الدم اللي موجوده اللي دلوقتي في الدايستول بقت موجوده اقل، لان العضله خدت مكانها، ده رقم واحد. رقم اتنين الاسكيميا الكورونري مش هتقدر توفي الكوبري العضله، ده السكنس زاد، وبالتالي الدم عقبال ما يوصل لاخر المكان في السكنس ده، عقبال ما يعدي كل ده ويوصل هنا الدم هيتأثر جدا الخلايا اللي جوه، ان هي هيجيلها اكسجين اقل، تمام. طيب فهمنا موضوع الهايبرتروفي كارديوميوباثي، يبقى الهايبرتروفي كارديوميوباثي بيأثر على حاجتين، بيقلل الاند دايستوليك فوليوم، الفوليوم بتاع الدايستول، لان العضله مش هتقدر تعمل دايلوتيشن، كمان الالاستيستي، غير كده كمان صح نسيت اقولها ان الالاستيستي بتاع العضله قلت، ادي كده الاتريوم وادي الرايت، ادي الميترال وادي الليفت،
بدل ده كان العضلة في النورمال، دلوقتي بقت كده، فالإلاستيستي بتاعها يعني بدأت، بدل ما كانت شبه البالونة تقدر تتنفخ وتقدر تحتوي الدم اللي جاي لها، لا دي بقت أقوى في الثيكنس، ما تقدرش تعمل الدايلاتيشن بتاعها، الدايلاتيشن اللي هي حجمها بيزيد علشان تقدر تحتوي الدم اللي جاي لها، لا حجمها مش هيزيد، الكومبلاينس بتاعها او الاستيستي بتاعها قل مع ان العضلة الثيكنس بتاعها زاد، يبقى ده كمان غير ان المكان اللي الدم بينزل فيه قل، كمان الاستيستي بتاعت الفنتريكل كمان قلت، تمام. وكمان موضوع الاسكيميا اللي بيحصل ليها، تمام. وقلنا كده هينزل مثلا، لو افترضنا اللي هو بينزل 100 مللي، تمام، هو الطبيعي بينزل حوالي 120، تمام. ف الاند دايستوليك فوليوم فهينزل مثلا 50، الاند دايستوليك بقى 50، فنص الدم ما بقاش يقدر ينزل، تمام. ده يبقى احنا هايبرتروفيك كارديوميوباثي الا بسبب الاورتيك ستينوزس او بسبب الهايبرتنشن، وفي اسباب تانية بس اشهر سببين دول هي هيقلل الاند دايستوليك فوليوم، وكمان هيعمل اسكيميا في العضلات اللي موجودة سب اندو كارديوم، تمام. طيب وسيفير اورتيك ستينوزس طبعا، وقلنا ليه، لان انت محتاج برضو هنا سيفير اورتيك ستينوزس، هنا اكيد الديماند زاد، وبالتالي لما الديماند زاد وكمان في الاورتيك ستينوزس السبلاي بيقل ازاي بقى، يعني انت الاورتيك ستينوزس القلب بيضخ قدام حاجة مسدودة، فمحتاج قوة، محتاج طاقة اعلى ومحتاج مجهود اعلى، فبالتالي محتاج اكسجين ونيوترينت اكتر، طب فده يزود الديماند بتاع القلب، المتطلبات بتاعة القلب بتزيد. طب ليه كمان بيقلل السبلاي الاورتيك ستينوزس؟ لان الاورتيك ستينوزس زي ما القلب مش قادر ينبض ينبض ويطلع كمية الدم اللي موجودة دي، وبينبض قدام حاجة مسدودة، كمية الدم اللي هتروح للجسم قليلة، وهتلاقي الضغط قليل، لان كمية الدم اللي طالعة من القلب قليلة عشان عمال يضخ قدام حاجة مسدودة، ما دام كمية الدم اللي رايحة للجسم كله قليلة، كمان كمية الدم اللي رايحة للكورونا هتقل، فالسبلاي بتاع الكورونا يقل، وده يزود، وده يعمل مايوكارديال اسكيميا، وممكن يدخل العيان في انفاركشن، تمام. فهمنا الايتيولوجي، الباثوفيسيولوجي، الباثوفيسيولوجي بتاعنا عندنا partial coronary artery occlusion و complete coronary artery occlusion. بص يا سيدي، المكان ده اللي بيحصل فيه اسكيميا قلنا اللي هو sub endocardial، اهو sub endocardial infarction قلناها، بس اللي احنا قلناها قبل كده sub endocardial ischemia، يعني خلي بالنا الانجينا ده معناه اسكيميا بس ما حصلش نكروزس، وانس حصل نكروزس يبقى هنسمي الموضوع ده مايوكارديال انفاركشن، جميل. يبقى كل انجينا، كل انواع الانجينا ده اسكيميا فقط وليس نكروزس، وانس حصل نكروزس يبقى دخلنا في سواء نون استيمي او استيمي، نشوف بقى انهي نوع، يبقى العضله، يبقى الانجينا الثلاث انواع بتوعها سواء ستيبل او فازوس باستيك او ان ستيبل، الثلاثه دول حصل اونلي اسكيميا فقط، اسكيميا فقط. في الستيبل قلنا بيحصل اسكيميا في الساب اندوكارديا، وفي الفازوس باستيك بيحصل اسكيميا في الترانسي ميورال، في كل ده، كل ده بيحصل في اسكيميا مش في الحته بس دي، يعني في الستيبل بيحصل في هنا بس زي ما هو في الصوره كده بالظبط يعني، اما في الفازوس باستيك بيحصل في دي كلها، كل ده يحصل فيه. طب في الانستيبل نفس الكلام، هيحصل اسكيميا في الساب اندوكارديوم.
طب ما دام الستيبل انجينا اسكيميا في الساب اندوكارديوم والانستيبل اسكيميا برضو في الساب اندوكارديوم، طب ليه سمينا ده ستيبل وده انستيبل؟ لان لو احنا ما لحقناش الستيبل هيتحول لساب اندوكارديال، مش اسكيميا، هيتحول لساب اندوكارديال انفاركشن. تمام، لو احنا ما لحقناش الانستيبل مسافة دقايق لساعات هتلاقي المكان ده بدل مكان بس اسكيميا هو صب اندوكارديال اسكيميا، هيبقى يتحول ليه صب اندوكارديال انفاركشن، ونسميه ساعتها ان او نسميه نون اس تي. ام اي نص نون اس تي اي ام اي نون اس تي اليفيشن مايوكارديال انفاركشن. يبقى لو حصل مايوكارديال انفاركشن في الصب اندوكارديال فقط في المكان ده بس، انفاركشن حصل انفاركشن مش اسكيميا، لو حصل اسكيميا في المكان ده بس يجوز يبقى ستيبل او انستيبل. تمام، نفرق ازاي الستيبل من الانستيبل؟ هنعرف دلوقتي، لان الانستيبل ده الموضوع بيبقى اكتر والوجع اشد والاسكيميا بتبقى اشد في في الفريكونسي بقى، بدل ما كانت مثلا بتقعد معاه ربع ساعة 20 او تلت ساعة بدأت تزيد معاه 20 ل 30 دقيقة نص ساعة لساعة. الوجع نفسه اقوى في الانستيبل انجينا. تمام، انا بقول لك الانستيبل ده خلاص العيان داخل فيه انفاركشن، خلاص العضلة بتموت، لكن الستيبل لا، الستيبل حصل اونلي اسكيميا، دوبها هيستريح هترجع تاني العضلة ما فيهاش اسكيميا ويرجع تاني يبقى كويس مفيش اي حاجة. لكن انستيبل لا، هيقعد يستريح برضه نفس الكلام، الوجع لسه موجود، وهنعرف الكلينيكال بيكتشر دلوقتي. تمام، ده الفرق ما بين ستيبل وانستيبل، هنعرفه في الكلينيكال بيكتشر وازاي نفرق ما بينهم. لكن وانس ان حصل انفاركشن او نيكروزس في العضله في الساب اندوكارديوم بنسمي في الساب اندوكارديوم ساب اندوكارديال انفاركشن، ده النوع النون ستيمي. بتيجي تشوف الاي سي جي بتاعه تلاقي اس تي ديبريشن زي ده كده في الاس تي سيجمنت، والتي ويف ممكن تلاقيها انفيرتد. تمام، ده الساب اندوكارديال انفاركشن. طب النوع التاني اللي هو الاستيمي او اس تي اليفيشن ام اي، ده ان حصل كومبليت اوكلوجن للميوكارديال انفاركشن، حصل كومبليت اوكلوجن للكورونيه. طيب نسينا نقول حاجه هنا، ان في النون ستيمي بيحصل بارشال اوكلوجن، يعني اوكلوجن لكن لسه في زي ما انتم شايفين مكان يعدي فيه الدم اهو اللي هو بالاسود ده، تعالى نجيب لون اخضر، ده الدم يعدي في اللون الاخضر ده عادي، فبنسميه partial occlusion، لسه في مكان لسه في دم بيعدي بيغذي فقط العضلات دي، يغذي العضلات اللي اول اللي الدم اللي اول العضلات اللي مش بتتاثر في الاول اللي هي الدم بيخش لها اول واحده، لكن اللي هيتاثر هو الساب اندوكارديوم. يحصل لو حصل ساب اندوكارديوم انفاركشن بسبب partial occlusion نسميه ايه؟ نسميه نون ستيمي. تمام، او نون اس تي اليفيشن. ليه نسميها نون اس تي اليفيشن؟ لان الاس تي مش بيحصل لها اليفيشن، اس تي سيجمنت دي لا الا تبريزد لا الا بتلاقي تي ويف، مش بيحصل لها اليفيشن. امتى يحصل اليفيشن اس تي؟ لو حصل كومبليت اوكلوجن للكورنر ارتري، الكورنر ارتري كله مقفول، الكورنر ارتري كله مقفول، يبقى العضلات كلها يحصل لها اسكيميا، ولو حصل العضلات كلها اسكيميا هو بالتالي قعدت فترة كبيرة ملحقتهاش يحصل انفاركشن، ده بنسميه ترانسميورال انفاركشن. وخلي بالك كلمة ترانسميورال دي خدناها فين؟ في الفازوسباستيك، بس قلنا فازوس في الفازوسباستيك ترانسميورال اسكيميا مش ترانسميورال انفاركشن، ترانسميورال اسكيميا فقط. قلنا ترانسميورال انفاركشن تبقى اتحولت حاجة تانية خالص، اتحولت لاستيمي لمايوكارديال انفاركشن مش انجينا. اول ما حصل انفاركشن يبقى بقينا في الانفاركشن، يبقى في الدايسين مايوكارديال انفاركشن لازم تحدد لي ستيمي ولا نون ستيمي. حصل ترانسميورال انفاركشن بسبب كومبليت اوكلوجن الكوروناري، الجزء بتاع الكوروناري كله مقفول، الارتري كله مقفول، الارتري اللي هنا مقفول انهي واحد؟ ده قلنا عليه اسمه المارجنال، وده الليفت انتيرير ديسندنج، وده البوستيرير ديسندنج ارتري. تمام، فالمارجنال هنا كله اتقفل، ده المارجنال دوت بيطلع من الليفت كورنر، احنا عندنا الكورنري رايت وليفت، والليفت بينزل ليفت انتيريور وبيدينا، والليفت انتيريور ممكن يدينا الدياجونال، وكمان بيدينا السيركمفليكس، والسيركمفليكس بيدينا المارجنال،
ويرجع لورا السيركمفليكس، تمام. والرايت بيدي برانشات للاتش ام، ويدي برانش للاس اي نود للافي نود، ويدي برانشات للليفت والرايت ليفت للاسف للرايت اتش ام والرايت فنتريكل. وبعد كده ينزل من ورا يدينا البوستيرير ديسندنج ارتري اللي هو ده، تمام. ده من الرايت اتش ام، الارتري ده من الرايت اتش ام، جميل. يبقى ليه بنسمي ده استيمي بقى؟ على حصل ترانس ميورال انفاركشن وحصل كومبليت اوكلوجن، وبتلاقي في الاي سي جي بتاعنا اس تي اليفيشن، اس تي اليفيشن. وانس تلاقي اس تي اليفيشن او باثولوجيكال كيو، يعني ايه باثولوجيكال كيو؟ كيو نورمال، النورمال كيو بتاعتنا اهي. لو الباثولوجي، لو الكيو كبرت في الحجم شويه بنسميها باثولوجيكال كيو، مع الاس تي اليفيشن بنسمي ده استيمي وده اخطر. اما اي من النون استيمي ومن طبعا الانستيبل، اخطر من الكارديو انفاركشن، ولازم يدخله يعمل قسطره حالا دلوقتي. الاستيمي يخش يعمل قسطره حالا، تمام. طيب النون استيمي دوت يخش يعمل قسطره حالا؟ لا، على حسب، على حسب هنعرف بعد شويه، تمام. يبقى احنا عرفنا النوعين في الباثوفيسيولوجي، بارشال كورونري اوكلوجن ده اللي بسبب في النون استيمي، والانستيبل بيحصل سب اندوكارديال انفاركشن. في الاستيمي بيحصل كومبليت كورونري اوكلوجن فيحصل ترانس ميمورال انفاركشن، الفول سيكنس بتاع المايوكارديوم حصل له انفاركشن بقى مش اسكيميا. اما الباثوسباستيك اسكيميا بقعد افكر كل شويه عشان تفتكر. ايه الكلينيكال فيتشر؟ كلينيكال فيتشرز في المايوكارديا انفاركشن عموما سواء انستيبل او نون استيمي او استيمي، نفس البرزنتيشن، نفس البرزنتيشن. العيان بيجي لك بتبيكال شيست بين، وممكن بنسبه كبيره بيجي لك في الصبح وانت واقف في الطوارئ، يجي لك الصبح اكتر عيانين بيجوا الصبح. التبيكال شيست بين قلناها اكيوت ريتروسترن شيست بين، بس اللي في الستيبل انجينا كان اقل من 20، اقل من ربع ساعه. اقعد ربع ساعه يا دوبك استريح والوجع خلاص مفيش وجع، لكن لا لا ده اكتر من 20 دقيقه، ممكن يقعد معاه ساعه ساعتين ثلاثه يفضل في الوجع دوت. رادييتد لنفس الاماكن، تمام. لكن الزياده هنا بقى سيفير ديفيوز بيرسيستنت وعمال ورسنينج. يعني ايه؟ يعني المفروض الانجينا بتطلع لغايه سقف معين والعيان بيتعود على السقف ده وتبدا وتنزل تاني، لكن ده لا، دي بتطلع وبتفضل تطلع تزيد تزيد تزيد، مفيش فايده، مش عايزه تقل. وياخد يستريح مفيش فايده، ياخد نيتريت مفيش فايده، الوجع عمال يزيد زي ما انا برسم كده، الوجع عمال يطلع لفوق مفيش فايده، جميل. طيب ايه تاني؟ ممكن اولا occurring at rest او with minimal exertion not relieved by rest او nitroglycerin، تيجي تستريح ياخد nitroglycerin مفيش فايده، عمال يرجع ويحس او يحس ان هو عايز يرجع وفي مش قادر ياخد نفسه بسبب الوجع، جميل. طيب تيجي تشوف انت العيان ممكن تلاقيه بيل ديزنس دايخ، ممكن تلاقيه دخل اصلا في سينكوب بسبب الكومبليكيشن، ممكن العضله ما العضلات ماتت، فالدم دلوقتي اللي بيتضخ من القلب ممكن يكون قل فعلا، لان انت عندك عضله ماتت، فالدم زي ما كانش مش هيشتغل زي ما كان في الاول، ما كل العضلات بتاعته شغاله اكيد، مثلا لو تلت عضلاته ماتت فاكيد تلت الشغل مش هيبقى موجود. دايفوريسيس يعني سويتنج، يعني عمال يعرق. انكزايتي، متضايق وعمال يتخانق. ممكن العيان لو في سمباثيك اوفر اكتيفيتي تلاقي عنده تاكيكارديا، ضربات قلبه سريعه او ضربات قلبه تبقى بطيئه، على حسب لو في الانفيريور انفاركشن او في لو في هارت بلوك. هارت بلوك يعني احنا قلنا قبل كده من شويه ان الاس تي نود بيدي الايفي نود، بعد كده الايفي نود بيدي للاثنين فينتريكل. طب لو الايفي نود ديت ما ودتش ما بعتتش الكهرباء للفنتريكل، بنسمي الموضوع ده هارت بلوك، ان الهارت اتقفل عند الايفي نود والاس اي نود بتودي لها بالسز والايفي نود ما بتستجيبش ومش بتودي لها، والفنتريكل بقى بيعتمد على نفسه وبيدق مع نفسه مش مع الاس اي نود، لان الايفي نود دلوقتي قفلت الدنيا. الانفيريور انفاركشن يعني ايه انفيريور انفاركشن؟ يعني العضلات السفلى للقلب، تمام. احنا القلب عارفين ان هو نايم على جنبه كده، القلب كده نايم على جنبه،
فالانفيجن انفكشن دوت معناه نايم على ايه؟ نايم على الرايت سايد، القلب نايم على جنبه اليمين كده. فالرايت سايد اللي هو الرايت اتريوم والرايت فنتريكل اللي بيغذيه الرايت كورونري، تمام. فالرايت كورونري لو اتقفل يعمل انفيرير انفاركشن. فانفيرير انفاركشن ده معناها ان احنا ان في رايت فنتريكل انفاركشن ورايت اتريال انفاركشن بسبب ان الرايت كورونري اتقفل. فلما تسمع انفيرير انفاركشن معناها ان الكورونري الرايت هو اللي مقفول. او تعرف ان الرايت مقفول ازاي؟ بتشوف في الاي سي جي او رسم القلب ان في انفيرير انفاركشن، وهقول لكم ازاي تعرفوها مكان الانفاركشن، وتعرفوا ازاي تعرفوا كمان انهي كورونري اللي مقفول من الاي سي جي حالا يعني، تمام. طيب ايه تاني؟ طيب ليه بيحصل براديكارديا لو في انفير انفراكشن؟ لان لو في انفير انفراكشن قلنا الرايت كورونري حصل له اوكلوجن، جميل. الرايت كورونري دوت اللي بيغذي الاس اي نود والايفي نود. فلو الرايت كورونري قفل الايفي نود مش هتفضل شغالة، هيحصل لها سكيميا والخلايا اللي فيها بتموت ما او ماتت، وبالتالي يجي الاس اي نود او الاتريوم بقى يبعت لها بلس، لان الاس اي نود ممكن ما تكونش شغالة. فيجي عضلات الاتريوم سواء الليفت او الرايت، ممكن الرايت كمان ما يكونش شغال لو الار لو الرايت الرايت كورونري اوكلوجن كله مقفول، يبقى مفيش رايت اتريوم، مفيش رايت فنتريكل، مفيش اس اي نود، مفيش ايفي نود. فالليفت اتريوم بقى هو اللي هيعتمد، لان هو اللي شغاله بيوصل له دم، يبعت للرايت اتريوم ويبعت للايفي نود. فالايفي نود مش شغاله، فالرايت اتريوم هو اللي هياخد الابر هاند دلوقتي، لان اس اي نود مش شغاله والايفي نود مش شغاله. فالرايت اتريوم الليفت اتريوم هيبعت للرايت، والاثنين يشتغلوا مع بعض، والفنتريكل هيشتغل ممكن البندل او الهيز بندل اللي موجوده في الـ في الاتريوم اللي هو في اسف في ما بين في السبتم ما بين التو فنتريكل. طيب عشان كده ايه محدش يطلع، ادي القلب اهو وادي الاس اي نود. الاس اي نود اهي بتبعت للاثنين اتش وتبعت للايفي نود، بعد كده الايفي نود تبعت للهيز باندل، والهيز باندل تبعت للرايت باندل، والهيز باندل تبعت للليفت باندل، والليفت باندل بيتحول لانتيرير وبوستيرير فاسيكولاس، تمام. لو دي اتقفلت ودي اتقفلت وده كمان اتقفل، لان الرايت اتريوم الرايت الرايت كوروناري ارتري كمان بيغذي الرايت اتريوم، يبقى احنا الرايت الليفت اتريوم هو اللي هيدينا البلس، هو اللي هيطلع كهربا. يجي يعدي يروح للايفي نود يلاقيها مقفولة، يعدي الناحية التانية عند الاتريوم ممكن يعمل معاه، ممكن ينقبض معاه مفيش مشكلة. طيب كمان اصلا ممكن بسبب الاسكيميا ديت، الاسكيميا زي ما احنا لسه قايلين من شوية ممكن تعمل اريزميا. فيحصل اريزميا فين؟ يحصل اريزميا في الاس اي نود او في الايفي نود، او يحصل اي اف او اتريال اريزميا. الاتريوم اللي حصل فيه اسكيميا اللي هو الرايت اتريوم يحصل فيه رايت اتريال اريزميا، ويطلع امبلسز ويحصل فيه اكتوبيك يودي هنا ويودي للايفي نود. الايفي نود طب لو مش شغاله، هتلاقي الفنتريكل او الهيز باندل شغاله لوحدها، الهيز باندل هي اللي بتودي للاتنين دول لو الايفي نود قفلت، تمام. طب برضو نفس احنا ليه برضو بيحصل براديكارديا؟ لان البراديكارديا لان انت الهيز باندل بتبقى في البلس بتاعتها اقل من البلس اللي بتطلع من الاس اي نود. لو الاس اي نود مثلا بتطلع 70 80، لا الهيز باندل اقل من كده، يعني ممكن تطلع مثلا 40، تطلع 30 كمان، تمام. فبتلاقي في براديكارديا للعيان ده. طيب ويك بلس بسبب ايه؟ بسبب ال في اف. ايه ال في اف ده؟ اكتب جنبيها ليفت فينتريكولار فيلير. ال فينتريكولار فيلير القلب بقى، القلب بقى مش شغال، تمام. مش شغال، مش عارف يضخ الدم، وبالتالي البولس تيجي تشوف البولس تلاقيه ضعيف، تيجي ممكن تحس بيه ولكن تلاقيه ضعيف، مش قوي زي البلس النورمال.
هتيجي تقيس الضغط ممكن تلاقيه ضغط واطي مع تاكي كارديا، لان الكارديوجينيك شوك ممكن يكون فيه كارديوجينيك شوك. يعني ايه كارديوجينيك شوك؟ الشوك احنا عندنا ليها اسباب، كارديوجينيك ديستريبيوتيف اوبستراكتيف الكلام ده كله. لو القلب هو سبب الشوك، يعني ايه شوك؟ يعني ضغط واطي في تاكي كارديا، يعني من الاخر شوك، يعني ان الجسم مش واصل له دم كفايه. حاجه اسمها هايبو بيرفيوجن. بيرفيوجن يعني ايه؟ يعني البلاد فلو اللي رايح للخلايا واللي رايح للاورجن وللاعضاء. لو الاعضاء كميه الدم اللي رايح لها قليله فنسميه هايبو، قليل، بيرفيوجن يعني بلاد فلو، فبالتالي هايبو بيرفيوجن ده ايكوال شوك. طيب سبب الشوك ايه؟ لو سبب الشوك او الهايبو بيرفيوجن القلب بنسميها كارديوجينيك شوك. يبقى الشوك مش بس هايبوتنشن، مش اي حد عنده هايبوتنشن بنسميه شوك، لا، ممكن واحد عنده هايبوتنشن وما عندوش شوك، لكن هايبوتنشن مع هايبو بيرفيوجن يعني الاعضاء اللي بتاعت الجسم مش واصل لها دم كفايه، تمام، ده بنسميه ان العيان دخل في شوك. بقى بكذا حاجه، هايبوتنشن مع تاكي كارديا وكل اكستريمتيز، يعني ايه؟ ايدي ساقعه، رجلي ساقعه، تمام. طيب تيجي تشوف القلب، تيجي تسمع تلاقي في ارثوبنيا او بالمونر اديما، تيجي تسمع شخلانه في القلب كده. يعني ايه تحط السماعه على اللنج؟ المفروض القلب لو لو شغال هيضخ الدم عادي، لو مش شغال ايه اللي هيحصل؟ الدم هيرجع، الدم هيروح فين؟ ما الدم جاي من اللنج، من الرئه، يجي القلب مش عارف يضخه، فالدم يرجع للرئه تاني، يفضل يتحوش في الرئه، والرئه يحصل لها احتقان من كميه الدم، فتيجي تسمع بالسماعه تحس ان العيان كان لسه غرقان، في ميه جوه في الرئه، وده بنسميها بالمنر اديما، تمام. اديما يعني في ميه في اللنج، تمام. بالمونر اديما يعني في ميه في اللنج، تيجي تسمعها بالسماعه. ارثوبنيا يعني العيان ما يقدرش وهو قاعد على ظهره، ما يقدرش ياخد نفسه، لازم يبقى قاعد، لكن نايم على ظهره كده ما يعرفش ياخد نفسه، ده بنسميها ارثوبنيا. نيو هارت ساوند والاوسكالتيشن يعني ايه؟ احنا عندنا الهارت ساوند هنشرحها، عندنا اس 1 اللي هو لبضب، واس 2 تمام، وبعد كده اس 1 تاني واس 2 تاني، تمام. ممكن تلاقي الاس 1 دي ويك، ممكن تلاقي الاس 2 ديت حصل لها سبليتنج، ممكن تلاقي في حاجه اسمها اس 3 واس 4، كل الكلام دوت هنعرفه، تمام. في الهارت ساوند، في بالذات واحنا بنشرح الهارت فولفز ان شاء الله يعني، تمام. بس سريعا كده ممكن نشرح. طيب هنقول شوية حاجات كده بسيطة تمهيد يعني. طيب احنا عندنا الصوت الاولاني اللي هو الاس، اللي هو الاس 1 ده الاس 1، وعندنا الصوت التاني اللي هو الاس 2. اس يعني ساوند، اس 1 الساوند الاولاني وده الساوند التاني، وبعد كده هنعرف ده ايه، بعد كده اس 1 تاني، بعد كده اس 2. الاس 1 ده بسبب ان كلوجر او اللي اتقفل الميترال والترايكوسبيد الاتنين قفلوا، لما بيقفلوا الفالف بيعملوا الصوت الاس 1 دوت. طب لما بيقفلوا ايه اللي بيحصل؟ بيقفلوا الفنتريكل، بيحصل له كونتراكشن. اول ما يحصل له فنتريكل كونتراكشن، فنتريكل كونتراكشن دول بيقفلوا الاتنين دول، والدم والاورتا بيفتح، والدم بيحصل له ايجيكشن للاورتا، وبالتالي احنا ممكن ما بين الاس 1 والاس 2 اللي هو الخط الازرق ده نكتب عليه ان الوقت ده اسمه سيستول، ده الوقت بتاع السيستول، تمام. بعد ما الميترال ترايك او الميترال ترايكاس بتقفلوا والاورتا والبلمونري فتحوا، يحصل العكس بقى، يحصل الاس 2. يعني ايه الاس 2؟ اللي هو الساوند التاني اللي هو الاس 1 ده على فكرة اللب، وده الضب، ده لب، وده ضب، تمام.
ال S2 دوت كلوجر ليه برضو الأورطة والبالمونري بعد ما حصل سيستول بالمونري. بعد ما حصل سيستول هيبدأ يحصل ريلاكسيشن للفنتريكل ويبدأ الميترال فولف والتراكسبيد يفتحوا والأورطة والبالمونري فولف يقفلوا، تمام؟ فيبدأ يحصل معانا هنا الدايستول. يبقى الدايستول في المكان ده كله. ليش راسم انا الدايستول اكتر؟ لان الدايستول بيبقى قد السيستول مرتين في الوقت بتاعه. يبقى ده الدايستول، تمام. الدايستول ان بيحصل فنتريكل ريلاكسيشن، تمام. فيحصل فنتريكل ريلاكسيشن عشان الدم يجيلها من الميترال سواء في حالة الليفت فنتريكل او في الترايكوسبيد في حالة الرايت فنتريكل، تمام. طيب ال S1 هنا بينقسم لجزئين. الجزء الاولاني هو ان الاورطة بيقفل قبل البالمونري، لان في الاورطة الضغط اعلى والليفت فنتريكل اقوى من الرايت فنتريكل، وبالتالي الضغط اللي موجود في الاورطة اعلى بكتير جدا. فاول ما يحصل ريلاكسيشن للفنتريكل الاثنين مع بعض الاورطة بيقفل قبل البلمونري. يبقى الاحمر ده الاورطة نكتبه بنفس اللون، والاخضر ده البلمونري، تمام. طيب احنا عندنا هنا اول حاجة لما قالوا ان ال S1 ممكن يبقى ويك. ال S1 اللي هو كلوجر بتاع الميترال والترايكوس بيبقى ويك امتى؟ بسبب ان حصل ال weak contraction. لو contraction بتاع ال ventricle ضعيف، ال mitral والتراكسبيد لما يقفلوا هيقفلوا الصوت هيقل، لان هما القفلة بتاعتهم مش هتبقى قوية زي ما كانت قبل كده، بسبب ان ال ventricle contraction ال contraction قل، تمام. طيب كمان انت بتقارن الفرق ما بين ال S1 وال S2، بيبقى في مقارنة ما بينهم. لو الاتنين واطيين خلاص، لكن لو واحد واطي او واحد اعلى من التاني، تمام. طيب يبقى احنا عرفنا ال S1 weak. S1 ال S1 لما تيجي تسمعه هتلاقيه صوت واطي شوية، طبعا ده محتاجة تدريبات يعني وتشيننج. طيب ايه تاني لقينا في ال splitting ليه ال S2؟ ممكن تلاقي بسبب ان ال ventricular failure في left ventricle failure تلاقي حصل reverse splitting، تلاقي البلمونري قفل قبل الأورطة والأورطة قفل بعديه، تمام. ده بنسميه reverse splitting، تلاقي البلمونري والأورطة بعدوا عن بعض والبلمونري قفل قبليه. ده بنسميه reverse يعني عكسوا، split يعني انقسموا، تمام. وبرضو ده لسه في تفاصيل تانية، بس احنا كده ايه بندي كبداية. طيب ايه تاني لقينا في حاجة ال S3؟ ال S3 ديت بتبقى موجودة هنا، سيما بالأزرق مثلا، هي S3 اهي، ده S3. ايه ال S3 دي بقى؟ ال S3 بيكون بسبب ان ال ventricle بيبقى مش قادر يطلع الدم اللي جوه، وبالتالي ال ventricle اصلا بيبقى فيه دم. المفروض ال ventricle الطبيعي انه يضخ نص كمية الدم اللي موجودة جواه، يعني لو جواه 100 مللي يضخ 50 مللي منهم ويفضل 50. لكن لو الفنتريكل ما قدرش يضخ الخمسين دول وضخ مثلا 20 او 30، فلما يجي يستقبل دم تاني، الدم اللي هيستقبله اول ما يجي يستقبله في بداية الدايستول في المكان ده كده، يلاقي فيه صوت، لان هو اصلا مليان، فالدم هينزل على دم على على فنتريكل مليان وفيه دم، فنسمع صوت وجود، نسمع صوت ان هو التقاء الدم الجديد مع الدم اللي اصلا موجود في الفنتريكل، ده يعمل لنا الاس 3، جميل. ده سريعا كده. في حاجة تاني، الاس 3 والاس 4. طيب ايه الاس 4 ديت؟ الاس 4 دوت ان انت بتسمع صوت الاتشال كونتراكشن، بيبقى موجود هنا كده، ده ال S4. بيحصل ال atrial contraction بيحصل في نهاية ال ventricular diastole. الطبيعي ان انت ما تسمع له صوت. امتى تسمع له صوت؟
تسمع له صوت لو ال HM بيعمل contraction against high pressure، لو الضغط اللي موجود في الفنتريكال عالي فال HM بيعمل contraction against high pressure، فتسمع صوت ال contraction دوت وبتسمعه S4، بنسمي الساوند دوت S4. تمام، النورمال ان تلاقي S1 و S2 في حالاتهم الطبيعية، لكن لو لقيت SC او S4 دول الابنورمال، يبقى ال S1 وال S2 S1 S2 دول نورمال فيسيولوجيكال هارت ساوند، دول الطبيعيين تلاقيهم عند اي حد موجودين. لكن ال S3 وال S4 بنبدأ نشك ان فيه باثولوجيكال. تمام، طيب بنسمع، ممكن نسمع ميرمر اللي الميتر ريجيرج، تسمع ميتر ريجيرج الميتر مش بيقفل كويس، فاثناء الفنتريكل سيستول او فنتريكل كونتراكشن بيحصل ان الدم بيرجع من الميتر، من الميترال فولف، صوت الدم وهو راجع، الدم وهو راجع بيعمل صوت، بيعمل صوت فين؟ بتلاقيه زي ما احنا كنا رسمين ال S1، بعد كده ال S2، بعد كده الدايستول، بعد كده S1 تاني. فانت المكان ده كله في السيستول بتسمع فيه ميرمر، تسمع صوت هو كده، ده بنسميه سيستوليك ميرمر. و لو سمعته اكتر عند الميترال اريا، ميترال اريا لو سمعته اكتر عند الميترال اريا، تمام، يبقى ده باثولوجيك، ممكن يبقى باثولوجيكال ميرمر او فانكشنال ميرمر على حسب الميرمر دوت. المهم الميرمر دوت معناه ان الدم اثناء السيستول بيرجع من الميترال، لو انت سمعته عند الميترال اريا. تمام، طيب طبعا الهارت ساوند احنا لسه هنشرح فيها اكتر من كده، يعني دي ممكن نعتبرها بداية. تمام، نيجي دي حاجة مهمة جدا بقى، نسيب الهارت ساوند شوية، والهارت ساوند دي ممكن نكتب عليها مؤجلة، واثناء الكلينيكال في شروحات الكلينيكال برضو هتتشرح بالتفصيل، يعني معايا او غيري يعني. طب هنا السيستوليك ميرمر بس الميترال ريجيج بسبب بابيلاري ماسل رابشر. طيب بص معايا، هنا احنا عندنا ال HM وعندنا الميترال وعندنا ال فينتريكل، تمام، وعندنا الميترال هنا ماسك ببابيلاري ماسل، واحدة هنا واحدة هنا مسكين الميترا علشان الميترال فولف ما يرجعش للاتش ام، ما يرجعش لورا، مسكينه، ده بنسميه كورد تنديني، كورد يعني شبه الكورد حبل، وده بابيلاري مصري، ده بابيلاري مسل وده كورد تنتيني، بيمسكوا النيترال فولف علشان ما يرجعش الاتريوم اثناء السيستول، اثناء الفنتريكولار كونتراكشن. تمام، اثناء لو حصل اسكيميا للبابيلاري مسل، اسكيميا او نيكروزس بترابشر، تمام، بترابشر، ولو رابشرت بتخلي الفالف ده يرجع له، يرجع ليه الاتريوم، ولو رجع يخلي الدم اثناء السيستول يرجع من الفنتريكل للاتريوم، يحصل ميترال ريجيرج. تمام، هيحصل ميتر ريجيرج لان الفولف فيه واحدة من الليفلت بتاعت الميترال فولف كانت المفروض ماسكة بالكورد تنديني بالبابيلاري ماسل، البابيلاري ماسل حصل لها رابشر بسبب الاسكيميا والنيكروزس، فبسبب النيكروزس الخلايا ماتت، رابشرت الكورد تنديني دي مبقتش موجودة، او مش حاجات مبقتش موجودة
انفصلت عن البابيلاري ماسل فخلت، وبالتالي خلى الليفلت بتاع الليفلت يعني ادي هاتوا الفولف تاني، وادي الأورطة، وادي البابيلاري ماسل، ده الكوردة تنديني، ده الكوردة تنديني، وده البابيلاري ماسل. الليفلت ديت بتاع الميترال لو اتسابت هترجع لورا بالشكل ده كده، يبقى احنا هنشيل كل ده وهنمسح دي ونرجع الليفلت دي لورا، ونسيب واحدة بس اللي موجود. يجي فينتريكل يعمل كونتراكشن عشان يودي الدم للأورطة، الدم يمشي في الاتجاه ده وكمان يمشي في الاتجاه ده. ده لما الدم يرجع للاتريوم من الميترال بنسميها ميترال ريجيرج، او ميترال ريجيرجيتيشن، او ميترال انكومتنس. تمام، ده ممكن يحصل بسبب الميوكاردي انفاركشن. في اتيبيكال بريزنتيشن ممكن العيان يجيلك ب بريزنتيشن مختلفة تماما عن التيبيكال شيست بين اللي احنا قلنا عليها. بيحصل في الناس الكبيرة جدا، تمانينات تسعينات سنة، الديابيتيك بيشنت، وفي الستات بيجيلك بستابينج بين. ستابينج ده بيبقى اكتر مع لو في بلورايتس او بيريكاردايتس، انفلاميشن في البلورز اللي ممكن يجي لما تيجي تاخد نفس تلاقي عندك وجع في الرئة، تيجي تاخد نفس جامد تلاقي في وجع، ده بيبقى بسبب البرد. البرد يعمل بلورزي، يعمل ستابنج بين. لكن تيجي ستابنج بين بسبب هارت اسكيميا، مايوكارديا اسكيميا، دي طبعا اتيبيكال بريزنتيشن، او شورب شيست بين، حاجه حاده. ممكن ما يجيلكش طبعا بشيست بين اصلا، يجيلك بحاجه تانية زي نوزيا او ديافوريسيس، عيان عمال يرجع وتعبان في انكزايتي، وده بنسميه سايلنت ام اي، ويجي اكتر في الديابيتس. ونخلي بالنا من الحاجه دي، اي عيان كبير عنده انكزايتي بيرجع بيعلق تعبان جايلك تعبان، اي عيان تعبان جايلك في الطوارئ اعمل له اي سي جي بعد اذنك، اعمل له رسم قلب حتى لو عنده وجع في بطنه. لان كمان عندنا ممكن المايوكارديو انفاركشن يجيلك بايبيجاستريك بين، وجع في البطن، وبالذات لو انفيريور وول انفاركشن او انفاركشن في الول الانفيريور. احنا قلنا ان القلب نايم على جنبه، نايم على جنبه يعني نايم على الجنب اليمين، فانفيريور انفاركشن معناها ان في رايت فنتريكل انفاركشن. رايت فنتريكل انفاركشن بتجيلك بابيكاستريك بين وبراديكارديا. قلنا ليه براديكارديا؟ لان الرايت فنتريكل انفاركشن بيبقى بسبب رايت كوروناري اوكلوجن، والرايت كوروناري اوكلوجن الرايت كوروناري بيغذي الاي في نود والاي والاس والاي والاس اي نود، وبالتالي هيأثر لك على يعمل لك اريزميا. الاريزميا اللي معناها هنا البريديكارديا، الاريزميا الهارت ريت هيقل لان الاي في نود باظت، فما فيش مفيش هارت ريت هيعدي، مفيش بولس هتعدي، وبالتالي الفنتريكل او الهيز باندل هتاخد هي الابر هاند وتدي بالسز للفنتريكل. وقلنا ان الهيس باندل لما تدي بالس للفنتريكل بيبقى البالسز بتبقى وعددها قليل، مش بيدي 70 في الدقيقة ولا 80 في الدقيقة، لا ممكن يدي 60 50 40، ممكن يدي 50 40 يعني دي كده. تمام، فلازم نتفق اي عيان تعبان جايلك لازم تعمل له رسم قلب وتطلب له تروبونين، او ممكن قبل ما بس عشان لسه نشرح الموضوع ده هنطلب له وظائف اللي هو انزيمات قلب كاردياك انزيمز، وهنعرف هي ايه ان شاء الله في المحاضره الجايه. يبقى اي عيان سنه كبير وبالذات لو ديابيتك او مي او وومن او سنه كبير وجاي تعبان مهما كان، بطنه وجعاه، مش عارف، مش قادر ياخد نفسه، بطنه وجعاه، عرقان، تعبان، متضايق، عايز يتخانق مع الناس كلها، ضغطه عالي، تعمل له رسم قلب اي سي جي، وكمان تعمل له كاردياك انزيمز علشان تتاكد، لان ممكن يبقى جايلك باتيبيكال بريزنتيشن، جايلك بمفيش عافية، عنده ام اي بس الام اي مش جايلك بتيبيكال شيست بين، ممكن جايلك بديزنيا مش قادر ياخد نفسه، جايلك بنوزيا عايز يرجع، او دايفوريز عمال يعلق، وبالذات السايلنت ام اي في في الدايبيتيك بيشنت. وقلنا ليه تقريبا قبل كده، نقولها تاني، الدايبيتيك بيشنت بيبقى عنده نيوروباسي،
بسبب السكر العالي، السكر الزيادة بيأثر على الأعصاب، يخلي الأعصاب فيها بتموت، الأعصاب مش بتشتغل كويس، الشوانسيل اللي حواليها بيحصل لها دامج وبتموت، وبالتالي بيحصل له نيوروباثي، فالأعصاب اللي حواليه مش شغالة. فعلشان أي بين في جسم الإنسان بيحصل عن طريق الأعصاب، لو الأعصاب مش شغالة مفيش بين، فبالتالي الديابيتيك بيشنت ما عندوش أعصاب شغالة. فلو في ام اي مش هيجيلك ببين، هيجيلك ببرزنتيشن تانية، فنخلي بالنا. اي عيان كبير نعمل له اي سي جي وكاردياك انزيم بعد اذنكم، اي عيان كبير جاي فيه الطوارئ نعمل له كاردياك انزيم ورسم قلب. نفسي لو طلعت بالمعلومة دي، بس انا موافق، مهمة جدا جدا جدا. الانفيريور وول انفراكشن زي ما قلنا، ابيجاستريك بين بريديكارديا، وممكن نلاقي right ventricular failure، هنشرح الهارت فيلير بعد ما نخلص الأكيوت كورنر سيندروم. في الهايبوتنشن elevated jugular vein، الجاجولار فين دوت الفين اللي موجود في الرقبة، اللي جاي من اللي بيجيب دم من البرين ومن الكورتكس ومن السيريبيلا والميد برين. فالجاجولار دوت بيودي الفين للسوبيريور فينا كيفا. طيب لو في رايت فنتريكولار انفاركشن، هيعمل رايت فنتريكولار فيلير، هيحصل فشل في عضلة القلب، عضلة القلب مش هتضخ دم كويس، وبالتالي الدم ده هيرجع فين؟ هيرجع على الشرايين، سوبر فينا كيفا والانفير فينا كيفا، والسوبر فينا كيفا اللي بيدخل لها الجاجولار، تمام، الجاجولار اللي جاي لها، واللي جاي لها كمان من الاكزيلا، تمام، اللي اسمه النومينيت. فاحنا عندنا جايله اتنين، الجاجولار والانومينيت، بيعملوا السوبرفينا كيفا، فالدم مش هيروح الفنتريكل مش عارف يضخه، فهيرجع للاتريوم، بعد ما يرجع للاتريوم هيرجع للانفيريور السوبرفينا كيفا، وبعد كده يرجع للجاجولار. فتلاقي الجاجولار تشوفه، تلاقي رقبة العيان منتفخة، وهتشوفها هوريها لكم لما نيجي نشرح الهارت فيلير. تلاقي اللونج فيلد كلير. يعني ايه كلير لونج فيلد؟ تيجي تسمع الرئة تلاقيها نورمال مفيهاش حاجة، نورمال مفيهاش حاجة، لأن المشكلة في الرايت فنتريكل مش عارف يضخ الدم لللنج أصلا. لكن امتى اللنج يبقى فيها حاجة؟ لو في ليفت فنتريكولار فيلير، لأن الدم هيرجع للرئة في الليفت، لأن اللنج الأول الدم بيجي من الرايت اتريوم، بعد كده يروح الرايت فنتريكل، بعد كده يروح اللنج، بعد كده يرجع من اللنج للليفت فنتريكل، ويروح ل يرجع يروح للليفت اتريوم، بعد كده يروح ليفت فنتريكل. طيب سريعا كده، احنا عندنا رايت اتريوم ورايت فنتريكل وليفت اتريوم وليفت فنتريكل. المفروض كنت اقول المعلومة دي بدري شوية. احنا عندنا الرايت اتريوم والرايت فنتريكل بيروح لللنج، بعد كده اللنج تودي الدم لليفت اتريوم، بعد كده الدم لما اللنج الدم بعد كده بعد ما كان في اللنج هيروح لليفت اتريوم، بعد كده ليفت اتريوم يروح لليفت فنتريكل. يبقى الدم ماشي كده، الدم ماشي للرايت اتريوم، بعد كده الرايت اتريوم يروح للرايت فنتريكل، بعد كده الرايت فنتريكل يوديها لللنج، بعد كده اللنج توديها هنا، بعد كده اللونج توديها للليفت اتريوم، بعد كده ليفت فنتريكل، بعد كده ليفت اتريوم يوديها للأورط. جميل. differential diagnosis للشيست بين يعني ايه؟ يعني عيان جالك بشيست بين بتفكر في ايه؟ اول حاجة غير انك بتفكر في ام اي، بتفكر في بيريكارديتس، تفكر في dissecting aortic aneurysm pulmonary embolism، جلطة في الشريان التاجي، esophageal reflux، spasm، rupture، biliary tract disease، perforated peptic ulcer، pancreatitis. ونو التانية ال S3 جالوب وال S4 جالوب وال submission جالوب. الجالوب اللي هو صوت الجري بتاع صوت الجري بتاع الحصان. فاحنا عندنا الجالوب لو في S1 و S2
و S3 و S3 اللي احنا لسه شارحينه. وكمان في تاكي كارديا، العيان عنده ضربات قلب سريعة، ده بنسمي كل ده S3 جالوب. طيب لو في مفيش اس، في S1 و S2 و S3، اسف مش S3 بقى، لو في S4 ماشي هبعد شوية كده، وبعد كده S1 تاني مع تاكي كارديا، خليها اسمها S4 جالوب. جالوب اللي هو صوت جري الحصان، تيجي تسمع السماعة على القلب تلاقي فيه تتتبتب لبتتب لبتتب، شبه صوت جري الحصان. لو انت سمعت صوت لما الحصان بيجري صوته بيبقى عامل ازاي، تمام. السميشن بقى ان انت S1 مع S2 مع S3 مع S4 وكمان تاكي كارديا، ده بنسميها سميشن جالوب، تمام. مشهورة جدا في الهارت فيلير، تمام. كده هنخلص المحاضرة دي على كده، والجدول ده نسيبه للمحاضرة الجاية نراجعه قبل ما نبدأ ازاي نشخص الميوكارديال انفاركشن.